الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلاوية وبيت كل الناس. الحقيقة النهاردة خليني أبدأ مع حضراتكم. النهاردة كان هناك اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي، انتهى هذا الاجتماع لعدة قرارات. الموافقة على قرارات لجنة التخطيط لكرة القدم خلال الفترة السابقة، ده القرار الأول. ثم جاء القرار الثاني بالموافقة على سفر أمير توفيق مدير التعاقدات وكابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين ومايكل بروكيتش المدير الفني للقطاع خلال شهر أكتوبر المقبل إلى التشيك وسلوفيكيا لبحث سبل التعاون المشترك مع أندية زيلنا وسيجما وبعض الأندية التشيكية بشأن انتقالات لاعبي النادي الأهلي إلى أوروبا وتنظيم المعسكرات المشتركة وتبادل الخبرات الإدارية والفنية. أيضا تمت الموافقة على التصور المقدم من لجنة البت بشأن أعمال الإلكتروميكانيك والغلايات الخاصة بمجمع حمام السباحة سواء في مقر النادي بالجزيرة أو فرعي مدينة نصر والشيخ زايد. الحقيقة ثلاث قرارات مهمة جدا. زي ما حضراتكم عارفين النادي الأهلي هو نادي مؤسسة النادي الأهلي، دايما لما بيجي ياخد قرارات بياخد قرارات باللي بيحصل قبل كده واللي هيحصل بعد كده، بمعنى أن القرار الأول الموافقة على قرارات لجنة التخطيط لكرة القدم كل ما حدث أو كل ما تم اتخاذه من قرارات خلال الفترة السابقة للجنة التخطيط تم الموافقة عليه اليوم. أيضا الحقيقة في إطار الاستثمار الرياضي والاستثمار الفني اللي بيعمله النادي الأهلي خلال السنتين أو الثلاثة الأخيرة، وزي ما قلت لحضراتكم واتكلمت مع حضراتكم كتير في موضوع الاستثمار الفني والاستثمار الرياضي، خطوة على نفس الطريق، خطوة على طريق الاستثمار الرياضي والاستثمار الفني. كل اللاعبين اللي تم إعارتهم لبعض الأداة التشيكية يجب أن يكون هناك دائما متابعة لهؤلاء اللاعبين، يجب أن يكون حد في قيمة الكابتن خالد بيبو، حد في قيمة بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين، حد في قيمة أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي، إن هم يروحوا ويتابعوا إيه اللي بيحصل، يعرفوا إيه اللي بيحصل خلال هذه الفترة المهمة جدا الحقيقة في تاريخ النادي الأهلي. زي ما قلت لحضراتكم الاستثمار الرياضي في أبهى صورة لي هتعرفوا حضراتكم ليه، ولكن خليني الأول أروح للمدير التنفيذي للنادي الأهلي دكتور سعد شلبي نسأله في كل هذه الأمور. دكتور سعد ازي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير يا كابتن اسلام. مساء الفل يا فندم. أنا عارف إن اليوم النهاردة كان يوم طويل جدا، ولكن دايما حضرتك بتبقى معانا علشان توضح ما يحدث داخل النادي الأهلي خصوصا بعد اجتماع مجلس الإدارة. يعني الحقيقه اسمح لي ان انا اشكر حضرتك انك بتسمح لنا ان احنا نتواصل مع جماهير النادي الاهلي من خلال قناه النادي الاهلي. شرف لينا يا فندم. لهم القرارات النهارده اللي اخذها مجلس اداره النادي الاهلي. أيوة. وخليني اقول لحضرتك في البدايه النهارده كان واحد من القرارات المهمه اللي اخذها النادي الاهلي هو تكليف الاداره التنفيذيه بالاستعداد لاحتفالات اكتوبر المجيده. مظبوط. الحقيقه ده بيعكس تقدير مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود القصيب لحرب اكتوبر المجيده وتقدير اهميتها في قلب كل مصري وعربي، وما هي ما زالت محل فخر واعزاز لكل العرب ولكل المصريين، وايضا تقدير لقواتنا المسلحه المصريه اللي ما زالت تخوض حرب شرسه ضد الارهاب، بل ايضا تخوض عمليه التنميه التي يقودها فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحه المصرية. ده في الحقيقة كان القرار الأولاني اللي اتخذه مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو قرار في أهمية كبيرة لأهمية هذه الحرب المجيدة. الموضوع الثاني في الحقيقة اللي اتخذه أيضا النادي الأهلي، قبل ما نتكلم عن الموضوع الثاني، الموضوع الأول ده دكتور سعد خلال الفترة القادمة إن شاء الله سيتم إن احنا نحضر لهذه الحفلة من في النادي، مظبوط؟ الاحتفالات ده سلسلة من الاحتفالات اللي هتبقى موجودة في النادي الأهلي. أيوة. شهر أكتوبر المجيدة مش لمدة يوم. أيوة. تمتد لطوال شهر أكتوبر إن شاء الله. تمام، يعني ده هيبان خلال الأيام القادمة على طول إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله، كل التوفيق يا فندم، اتفضل. الموضوع الثاني هو أيضا كان القرار اللي أخذ مجلس الإدارة بزيادة رسوم العضوية في فرع زايد وفرع التجمع من 250 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه للمؤهل العالي، وفي الحقيقة ده كان قرار مدروس من النادي الأهلي نتيجة للزيادة المفترضة في الطلب على العضوية في فرع زايد وفي فرع التجمع إن شاء الله اللي هيتم افتتاحه خلال الفترة القادمة أو خلال المرحلة
القادمه. يمكن فرع زايد النهارده احنا لما فتحناه كان عندنا العضويه وصلت الى 5000 عضو في المرحله الاولى، النهارده عندنا اكثر من 11000 عضو. بسم الله ما شاء الله. ده بيعكس ان في زياده بنسبه 100% خلال الاربع سنوات الماضيه في عدد الاعضاء المتدفقين لفرع زايد. وايضا فرع التجمع النهارده العضويه بتقترب من رقم 3000 عضو، وان شاء الله مع الافتتاح احنا متوقعين ان ده هي هتزيد، وده بيعكس ايضا ادراك اعضاء النادي الاهلي وايضا الحريصين على الاشتراك في النادي الاهلي في ادراك حجم التطورات اللي بتحدث في البنيه التحتيه في كل فروع النادي الاهلي وفي المقر الرئيسي، وده بينعكس على جوده الخدمات اللي بيقدمها النادي الاهلي في كل فروعه، وده ان شاء الله هيتعرض على الجمعيه العموميه القادمه ليتم اعتماده واقراره وفقا للنظام الاساسي للنادي الاهلي. تمام. ايضا الموافقه على قرارات لجنه التخطيط لكره القدم خلال الفتره السابقه، وده الشكل المؤسسه للنادي الاهلي بيمشي بيه في كل قراراته. الحقيقه ان ما تم اتخاذه من قرارات خلال الفتره السابقه بتتم الموافقه عليه في اجتماعات مجلس الاداره. يمكن زي ما حضرتك ذكرت كده تحديدا يا كابتن اسلام، ده بيعكس الحوكمه اللي موجوده في مؤسسه النادي الاهلي كواحده من المؤسسات الوطنيه. في الحقيقه النهارده ايضا مجلس الاداره اعتمد كل القرارات اللي اخذتها لجنه التخطيط، بالاضافه ايضا الى الموافقه على سفر فريق ممثل للنادي الاهلي الى دوله تشيك ودوله سلوفينيا لزياره بعض الانديه هناك ومتابعه الناشئين اللي تم ايفادهم الى دوله في الحقيقه. والحقيقه انا لسه كنت بتكلم في النقطه دي تحديدا يا دكتور سعد، وانا اسف ان انا بقطعك، ولكن مهمه جدا النقطه دي لان احنا اتكلمنا فيها قبل كده، وهي الاستثمار الرياضي والاستثمار الفني من خلال اعاره بعض اللاعبين الشباب ومتابعتهم من خلال ارسال وفد كبير. الحقيقه وفد كابتن امير توفيق وكابتن خالد بيبو وكابتن بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين، اعتقد ان ده في اطار ايضا الشكل اللي هنفضل ماشيين بيه خلال الفتره اللي جايه، الاستفاده من الناحيه الاوروبيه، معسكرات واستفاده خارجيه ان احنا نشوف دول اخرى بتعمل ايه، والاستفاده من وجود بعض اللاعبين واعارتهم والاستفاده منهم من الناحيه الماديه ومن الناحيه الفنيه. يعني خليني احيي حضرتك، حضرتك حطيت مجموعه من العبارات في الحقيقه هي في غايه الاهميه في القرار اللي اخذه مجلس اداره النادي الاهلي النهارده في سفر هذه المجموعه المكونه من كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، ايضا معاه الخبير الاجنبي ايضا اللي هو المدير الفني للقطاع، وايضا الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات. وفي الحقيقه زي ما حضرتك ذكرت تحديدا النادي الاهلي بيقدم تجربه جديده لزياده العائد على الاستثمار في قطاع الناشئين. مظبوط. ده النهارده واحده من التجارب المصريه الرائده، اول تجربه اللي هي بتفتح الباب امام قطاع الناشئين في النادي الاهلي. لم يعد قطاع الناشئين فقط هو قطاع مستهلك للموازنه العامه للنادي الاهلي، بل ايضا اصبح قطاع النهارده بيضخ مسيرات عوائد جديده للنادي الاهلي من خلال السماح لناشئي النادي الاهلي لمعايشه التجربه الاوروبيه، باعتبار ان التجربه الاوروبيه بتعكس مكونات ثقافه الاحتراف بالكامل. مظبوط. وبالتالي كان هناك دراسه تم التقدم ليها لمجلس اداره النادي الاهلي عبر لجنة الكرة بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وفي الحقيقة تم إيفاد أيضا مجموعة من اللاعبين، وهذه اللجنة مكلفة بمجموعة أو بمهام محددة زي ما حضرتك تفضلت مشكورا، واحد متابعة اللاعبين ودراسة تقييم تجربة هؤلاء اللاعبين في سفرهم إلى دولة التشيك وعرض تقرير على لجنة التخطيط، اثنين دراسة أسر وتطوير سبل التعاون مع الأندية والانديه السلفانيه باعتبارها ايضا قريبه الى حد ما من المدرسه المصريه وتستطيع ان توفر فرص النجاح للناشئين في النادي الاهلي للعبور الى المدارس الاوروبيه الكبيره، ايضا دراسه كيفيه توسيع قاعده المشاركه في هذه التجربه لباقي اعضاء النادي الاهلي من الناشئين، وفي الحقيقه اعتقد دي تجربه فريده تستحق التقدير من مختلف وسائل الاعلام، وانا بشكر النادي قناه النادي الاهلي على انها النهارده بتتسلط الضوء بهذا التسكيم اللي حضرتك ذكرتها وتفضلت فيها، زياده العائد على الاستثمار لقطاع الناشئين، فتح فرص الاحتراف امام ناشئي النادي الاهلي في كل المدارس الاوروبيه، اثنين او ثلاثه النهارده ايضا في معسكرات يتم التفاوض عليها لكل فرق الناشئين في النادي الاهلي.
دائما النادي الاهلي بيغرد خارج السرب الحقيقه دكتور سعد بكل هذه الامور الرائعه الحقيقه. بما اننا بنتكلم عن الكوره امبارح ايضا كان في سلسله من الاجتماعات التحضيريه الحقيقه، وقد ايه انا برضو مش عايز الموضوع يبقى، لكن قد ايه ان كابتن محمود الخطيب كيف يفكر في مستقبل كره القدم في النادي الاهلي من خلال وجود عضو من اعضاء شركه الكره والمدير التنفيذي كابتن حسام غالي، كان متواجد امبارح في سلسله الاجتماعات التحضيريه اللي عملها كابتن محمود الخطيب، مع في ظل طبعا وجود او تعريف الكابتن حسام غالي بكيفيه ان الادارات بتشتغل ازاي. اعتقد ده شيء رائع جدا علشان القادم يبقى اسهل لشركه الكره فندم. يمكن يعني حضرتك بتحط ايدك على بالظبط الفلسفه اللي بياخدها كابتن محمود. يمكن احنا لما انشانا الشركات البعض كان يتحدث اين شركات الان. مظبوط. الشركات تعمل اليوم على ارض الواقع. النهارده زي ما حضرتك ذكرت وتفضلت امبارح كابتن محمود كان موجود في مقر مدينه ناصر في سلسله من الاجتماعات المتتاليه لكابتن حسام غالي حضرها، ومعاه ايضا المدير التنفيذي لشركة كرة القدم الأستاذ عمرو شاهين، وكانوا بيطلعوا على كل الملفات بشكل واقعي وعملي وتطبيقي تنفيذا للمرحلة الانتقالية اللي تنتقل فيها أعمال إدارة كرة القدم في النادي الأهلي إلى الشركة التي أنشأها النادي الأهلي بالفعل. وفي الحقيقة حضر كل الاجتماعات دي كابتن حسام وأيضا الأستاذ عمرو شاهين في قطاع ممثله من قطاع الناشئين كابتن خالد ديب وايضا الخبير الاجنبي، وحضروا سلسله الاجتماعات. ليس فقط كانت الاجتماعات في مدينه نصر قاصره على اجتماعات كره القدم، بل امتدت ايضا لتفقد العمليات التطويريه اللي بتتم في مدينه نصر زي منطقه الفود كورت والافتتاحات الجديده اللي تم فيها من العلامات التجاريه ايضا اللي كانت موجوده تم اضافتها في الفتره الاخيره للمنطقه، عمليات الصيانه الدوريه اللي بتتم في المنطقه الترفيهيه وحمام السباحه استعدادا لعمليات التدفئه بدايه من 1/10، ايضا عمليه الصيانه الدوريه للمبنى الاجتماعي. فكانت الحقيقه سلسله من الاجتماعات بالاضافه لعمليه المتابعه المستمره لكل الافرع بتاعه النادي الاهلي. يمكن قبلها ايضا كان كابتن محمود موجود ايضا في سلسله من الاجتماعات في ذلك اليوم السابق ليها، وايضا متابعه مشروعات اللي هيتم افتتاحها في الفتره القادمه ايضا في الشيخ زايد، اللي هم من اهمها مجموعه الصالات اللي هتتم في الشيخ زايد ان شاء الله. الحقيقه عمل رائع، ولكن اخيرا يا دكتور سعد انا عارف ان احنا طولنا على حضرتك، ولكن القرار الاخير الموافقه على التصور المقدم من لجنه البت بشان اعمال الالكتروميكانيك والغلايات الخاصه بمجمع حمام السباحه سواء في مقر النادي بالجزيره او فرعي مدينه نصر او الشيخ زايد، اعتقد ان ده تطور كبير ايضا في حمام السباحه. في الحقيقه ده بيعكس حجم البنيه التحتيه الضخمه اللي اضافها المجلس الموقر في الفتره الاخيره في افرع مدينه نصر في المقر الرئيسي في الجزيره ايضا في فرع زايد، وبالتالي المنشات الخاصه بحمامات السباحه هي انشات منذ فتره كبيره، فكان عمليه الصيانه الدوريه ليها لتطوير عمليات الغليات والخاصه بعمليات فلتره المياه والتسجيل والتدفئه للحمامات. في الحقيقه المجلس حريص على ان العمليات دي تتم بصوره دوريه لتقديم خدمه جيده لاعضاء النادي الاهلي سواء في مدينه نصر او في الجزيره او ايضا في الشيخ زايد. عموما كل التوفيق يا دكتور سعد، وانا عارف ان المرحله اللي جايه مرحله صعبه، ولكن ان شاء الله اداره النادي الاهلي او الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي برئاسه حضرتك اعتقد ان هيكون لها دور كبير جدا جدا. نتمنى لكم يا رب كل التوفيق، وان شاء الله نشوف حاجه جميله جدا زي اللي بنشوفه خلال الايام السابقه. انا بشكرك جدا يا دكتور سعد، دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وكلام رائع جدا الحقيقه فيما يخص بعض القرارات اللي تم اتخاذها النهارده في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين كل حاجه ماشيه باطر معينه، كل حاجه ماشيه بطريقه معينه، بسلسله معينه، مش بناخد قراراته وخلاص علشان ان احنا مجرد ان احنا نطلع نقول ان مجلس الاداره خد قراراته وخلاص، ولكن كل قرار وله احتياجاته داخل الجمعيه العموميه او حتى احتياجاته في وجود او في تطوير قطاع الناشئين. تطوير قطاع الناشئين مش هيبقى من خلال وجود الكابتن خالد بيبو ومستر بروكيتش وبقيه اللي موجودين في القطاع، ولكن ايضا ان احنا نشوف ايه اللي بيحصل بره مصر ونساعد او نتفق مع بعض الأندية على تبادل الخبرات، خبرات النادي الأهلي مع خبرات بعض الأندية في أوروبا. أعتقد الأمر هيبقى
هنشوف حاجات كبيره جدا ومهمه جدا خلال الفتره اللي جايه من خلال الحقيقه اللي بيحصل، كلها قرارات رائعه الحقيقه. كل التوفيق لكل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي على هذه القرارات وخلال الفتره اللي جايه، لانها فتره صعبه جدا. طيب النهارده كان هناك مباراه وديه، النادي الاهلي لاعب نادي الغابه، والحقيقه انا النهارده في كره القدم، وده طبعا لكل جمهور النادي الاهلي، وانا عارف ان جمهور النادي الاهلي عارف هذا الكلام كويس جدا، ولكن في كره القدم دايما لما بتلاقي الثقة بعيدة شوية عن بعض اللاعبين بتجيب فريق علشان تقدر تاخد عليه الثقة، تقدر تاخد عليه الثقة، تقدر تكسبه واحد واثنين وثلاثة، تقدر تعمل فيه جملة، وفي الآخر هو ماتش وله ضغوط، لأن كل اللاعبين اللي لعبوا النهاردة في المباراة الودية، انتهت المباراة الودية 7-0 الحقيقة، ولكن ده كان مطلوب جدا، كان مطلوب جدا 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 مثل هذه المباريات. بالمناسبة دي كانت بتحصل في كل الأجيال السابقة في النادي الأهلي، دايما لما بتحس إن الثقة بعيدة عنك شوية للعيبة اللي ما بتلعبش تحديدا كمان بصفة دورية أو بصفة مستمرة، لازم حضرتك تعمل إيه؟ لازم تعمل كده، لازم تشوف اللي حضرتك شايفه ده، إن حسام حسن يجيب جون، أول هدف يجيبه مع النادي الأهلي وثقته ترجع في نفسه حتى لو كان في مباراة ودية، كريم فؤاد يجيب جون، محمد محمود يجيب جون ويرجع، الباس اللي عامله رامي ربيعة الحقيقة وودى بيه حسام حسن، الشوطة اللي شاطها حسام حسن من الجنب كده وتخش هدف، دي لو في مباراة رسمية وجات له هيعرف يعملها إزاي، أمور كثيرة جدا جدا، لأنه كل دي كل اللي انا بكلم فيه مع حضراتكم دي واحنا بنتفرج على المباراه اللي كانت مذاعه على الهواء مباشره عبر شاشه قناه النادي الاهلي النهارده، وزي ما حضراتكم شايفين كل حاجه بنحاول نجيبها وننقلها لحضراتكم. محمد هاني والعوده مره اخرى للتالق الحقيقه بعد الفتره اللي فاتت ما كانش بيلعب وكان اكرم هو اللي بيلعب، احمد عبد القادر بيحرز هدف، الهدف ده بالنسبه لي هو احلى هدف وجهه نظر انا الشخصيه، لان الهدف ده قد ايه ان حسام حسن اللي لسه جاي النادي الاهلي ما بقالوش اسبوعين كان سهل قوي يحط بطن رجله تعدي من ويحطها جون، سهله جدا سهله جدا جدا، ولكن احمد حس ان احمد حسام حسن حس ان احمد عبد القادر محتاج ان هو اللي يجيب الجون سابها له عشان يحطها. الهدف ده وعوده محمد محمود مره اخرى، كل المباريات الوديه اللي بيلعبها الحقيقه بيحرز فيها اهداف، والشكل الرائع اللي انتم شايفينه بمنتهى الهدوء وبمنتهى الثقه محمد محمود بيحطها على شمال الحارس، وهدف رائع جدا جدا الحقيقه، وأداء كويس، مش هقول أداء رائع ومش لا أداء كويس، للي يبص للمباراة يعرف إن هي على الرغم من فريق الغابة وله كل الاحترام وله كل الشكر طبعا على وجوده النهاردة بيلعب ضد النادي الأهلي، ولكن النادي الأهلي النهاردة تلاقي في تحس إن في جملة محمد هاني بيلعب من ناحية اليمين بروقان بيجيب هدف بيعمل هدف، بيتسو موسيماني بيصور وبيعمل كل حاجة علشان يعرف يروح يراجع الأمور اللي قالها للعيبة، هل عملوها في اثناء المباراه ولا لا. محمد هاني زي ما انتم شايفين اهو بيحرز هدف بص ما لقاش حد قال لك اشوط في الجون، شاطها شوطه قويه احرز الهدف الثالث، كلها الحقيقه مكاسب كثيره جدا. محمد محمود اطمنا عليه وشفنا قد ايه محمد محمود برده بيلعب وبيجيب اهداف، محمود وحيد النهارده والهدف الرائع اللي بيعمله، حسام حسن بيعمل ثرو باس لمحمود وحيد، محمود وحيد بياخدها قدامه وبيلعبها بالعرض الكريم فؤاد اللي يعني بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا وحاجة رائعة، هدف تاني. ما حدش يقول لي يا اسلام اصل الماتش سهل ومش ما فيش حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها كيفية تطبيق النظام او كيفية تطبيق الجمل اللي بيقولها مستر بيتسو من خلال المباراة دي. النهارده مباراة الغابة ممكن يبقى في مباراة اليومين ثلاثة اللي جايين تبقى أتقل شوية نشوف فيها تطبيق جمل تانية، الاستفادة من بعض الناشئين، زياد طارق زي ما حضراتكم شايفين بيحرز هدف رائع، بتتفرج على الناشئين بتوعك ركلة جزاء بيتم احتسابها بيخش رامي ربيعة بيحطها على يمين الحارس وتبقى النتيجة 7-0 الحقيقة، مكاسب كثيرة جدا في هذه المباراة. أنا شخصيا مبسوط لأنه المباراة لما تيجي تتفرج عليها تقول لك ده فريق الغابة يعني فريق اقل كتير من النادي الاهلي وكذا وكذا، ايوه صح، ولكن في بعض التوقيتات انا محتاج مثل هذه المباريات، محتاج ان انا اعلي الريتم واحدة واحدة،
اللعيبه لسه لعبة مباراه انبي وخسرانين السوبر المحلي، وبالتالي محتاجين ثقه حسام حسن ترجع ان هو يقدر يحرز اهداف، خصوصا بعد الهدف اللي اتلغى، الهدف الصحيح اللي اتلغى في مباراته الاخيره امام انبي. وبالتالي كل مباراه النهارده الحقيقه، او المباراه الوديه اللي اتلعبت النهارده، كلها مكاسب، كلها مكاسب الحقيقه. لما تيجي تقعد تتفرج على المباراه النهارده كنا مستمتعين الحقيقه بتعليق الكبير الزميل العزيز واخونا العزيز الحقيقه محمد عفيفي، النهارده كان ممتع وهو بيعلق على هذه المباراه، واشاده كبيره الحقيقه من كل جمهور النادي الاهلي على تعليق محمد عفيفي. فالنهارده الحقيقه كل حاجه كانت كويسه، التصوير كان رائع، كل الطاقم سواء التصوير الخارجي او التصوير الداخلي كان حاجه رائعه جدا، فكل حاجه كانت حلوه. مكاسب كثيره جدا 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 استفاد منها النادي الاهلي النهارده والجهاز الفني للنادي الاهلي النهارده. زي ما حضراتكم شايفين بيتسو موسيماني قاعد فوق بيصور محمد هاني بيجري كده، هو عارف ان هو هيكسب 5 و6 و7 و8، هو مش فارق معاه ان هو يكسب، ولكن هو اللي فارق معاه اكتر تحركات بعض اللاعبين جوه الملعب. حسام لما ينزل لتحت مين اللي يقطع من وراه، مين اللي يقطع من ناحيه اليمين، مين اللي يخش من النص، زياد طارق لما اتلعبت له الكره قاطع من وسط الملعب او من عمق الملعب واتلعبت له الكره ثرو باس راح جاب جون، ثقه كبيره في الناشئين. زي ما حضراتكم شايفين هو ده تتابع الامر، بمعنى ان بجيب الناشئين العبهم فريق اول واشوفهم، وبعدين ممكن جدا اسفرهم بره يلعبوا في التشيك او في بلد اخر في اوروبا علشان يرجع لي افضل ما انا عايزه كمان. هو ده الاستثمار الرياضي والاستثمار الفني اللي احنا بنتكلم، الاستثمار الفني جوه الملعب يعني بهذا الشكل وبهذا الاداء الرائع. في البعض يسرح كده ويقول لك ايه يعني انتوا جايبين فرقه تكسبوها 6 أو 7، مش القصه ان انا اكسب 6 أو 7، القصه زي ما قلت لحضراتكم ان موسيماني قاعد فوق بيشوف ايه الاخطاء، محمد هاني دخل لجوه، محمود وحيد دخل لجوه والمفروض هو يطلع لبره، كل الاخطاء دي. ايوه هي دي الصوره الاهم، وجهه نظر انا ان هي دي الصوره الاهم، ان هو بيصور ومحلل الاداء اللي معاه بيروح يقطع كل حاجه، يقول له وريني محمد هاني عمل ايه، وريني رامي ربيعه عمل ايه، وريني محمود وحيد عمل ايه، وريني محمود اتحرك ازاي في الكره او في الدقيقه 30. بيعرف ليفل اللياقه البدنيه من خلال تحركات اللاعبين اللي جوه الملعب، وبالتالي استفاده كبيره جدا 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 النهارده من هذه المباراه الوديه. وان شاء الله القادم افضل، ان شاء الله عندنا مجموعه كبيره جدا من اللاعبين النهارده مبشرين في كل الناشئين اللي كانوا موجودين النهارده ولعبوا، منهم اللي احرز هدف، منهم اللي تالق اثناء المباراه. فالحقيقه مباراه النهارده كلها مكاسب، ان شاء الله القادم افضل، والقادم دائما هيكون في افضل حال. الشوط الاول محمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعه ومحمد مغربي من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وكان وراهم علي لطفي. اما خط الوسط كان كريم فؤاد وكوكا ومحمد محمود وزياد طارق واحمد عبد القادر، وكان مهاجم وحيد حسام حسن. الشوط الثاني تم الدفع بمصطفى شوبير وعربي بدر ومحمد فخري واحمد سيد وصالح نصر واحمد اشرف وحمدي ياسر. زي ما قلت لحضراتكم كلها استفاده الحقيقه من خلال وجود هؤلاء اللاعبين ومن خلال قطاع الناشئين اللي دايما الحقيقه كابتن خالد بيبو بيطلع الناشئين علشان نشوفهم وبعدين نسفرهم بره نستفيد منهم ماديا، وبعد كده يتم ثقلهم بره مصر افضل، ويرجع بعد سنه او سنتين يلعب في النادي الاهلي زي احمد عبد القادر ما عمل، زي ما فلان ما عمل، حاجات كتيره جدا جدا حضراتكم بتشوفوا تطور رهيب جدا جدا خلال الفتره القادمه ان شاء الله، سواء في اداء اللاعبين جوه الملعب في الفريق الاول او حتى في قطاع الناشئين من خلال القرارات الكتيره اللي بيتم اتخاذها خلال هذه الفتره من مجلس اداره النادي الاهلي. كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني النهارده، لا ازاي ده مهم جدا عندنا النهارده الحقيقه. قبل بس ما اروح لكارلوس كيروش، عندي النهارده كريم فؤاد طبعا الوافد الجديد للنادي الاهلي في لقاء حصري وخاص الحقيقه مع زميلنا شريف شعبان، وكلام مهم جدا جدا جدا. بتحس ان اللاعب اللي جاي من اي حته وداخل النادي الاهلي بيخش كانه موجود بقاله 100 سنه. خلينا نطلع نشوف زميلنا شريف شعبان ونرجع بعد هذا نشوف التقرير او لقاء مع كريم فؤاد وماذا قال كريم فؤاد عن هذه المباراه وعن وجوده في النادي الاهلي، وبعد كده نرجع نكمل مع حضراتكم.
تحياتي ليك يا كابتن اسلام ولكل متابعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. معي واحد من نجوم النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا الفترات الاخيره كلها كانت بتمني نفسها طبعا بالتعاقد مع كريم فؤاد لاعب النادي الاهلي. كابتن كريم، بقول لك اهلا بيك على قناه النادي الاهلي، وتحياتي كابتن اسلام شاطر ليك. اهلا بحضرتك وتحياتي للكابتن اسلام. قبل ما تيجي النادي الاهلي كان كل جماهير النادي الاهلي بتتمنى تتعاقد معاك، وبالفعل الرغبه اتحققت. فانت عامل كنت اجتماع جماهير النادي الاهلي قبل ما تيجي، كنت بتتابع الكلام ده قبل ما تيجي النادي الاهلي؟ طبعا كنت بتابع، وكنت جمهور الاهلي كان واقف جنبي في ماتشات انبي وكان دايما بيتفرج عليا ومستنيني، فدي كانت حاجه مفرحاني جدا ان انا قبل ما اجي النادي والناس حباني، فده كان دعم كبير جدا ليا. يعني كريم بيجيد في 3 4 مراكز، الباك رايت والباك ليفت والجناح اليمين والجناح الشمال، ما شاء الله جوكر يعني. الحمد لله بلعب باك رايت وباك ليفت ووينج يمين ووينج شمال، والنهارده لعبت ديفندر. قول لي بقى مع التجربه الوديه النهارده شفت المباراه ازاي؟ تعليمات مستر بيتسو موسيماني والكابتن سامي قمصان ليك ازاي قبل المباراه؟ والله هو تعليماتهم كانت يعني العب لعبك وبراحتك، بس الماتش الودي بالنسبه لنا كان يعني بنجهز نفسنا عشان خاطر ان شاء الله نبدا ندخل الماتشات، وبس يعني عشان نجهز الفتره الجايه ان شاء الله. جمهور النادي الاهلي بيعقد عليك امال كبيره جدا، النهارده ظهرت بشكل مميز في المباراه الوديه، ولكن جمهور النادي الاهلي منتظر منك المزيد، منتظر منك التالق اللي كان مع نادي انبي. ان شاء الله انا الموضوع بالنسبه لي تحدي، وان شاء الله زي المباراه الوديه ان شاء الله الماتشات الرسميه هتكون كده باذن الله يعني. قول لي مين اول واحد استقبلك جوه اوضه اللبس من اللعيبه الكبار؟ من اللعيبه الكبار كابتن سعد سمير. قال لك ايه؟ خلي بالك دمه خفيف كمان قوي كمان. هو قعد يهزر معايا وبس، فكان بيتريق عليا كده في الاول يعني، وقعد يهزر معايا شويه. بيهزر معايا شويه وبس يعني، لكن كل اللعيبه الكبار معظمهم عارفهم يعني من قبل ما اجي النادي، واللعيبه برضه كلها، فما حسيتش ان انا جاي يعني نادي غريب او ان انا لسه هتعرف على اللعيبه او لا. الناس كلها انا عارفها كويس، وعلاقتي بها يعني علاقتي بالناس كلها كويسه، فما حسيتش ان انا يعني لسه في رهبه او كده يعني. سعد الجلسه معاه شالت الرهبه بسرعه. كابتن سعد اصلا من قبل ما ادخل النادي هو بيهزر معايا بره النادي اصلا. يعني انا بره النادي كنت قابلته في كذا مكان بره يعني، فبيهزر معايا من قبل ما اجي كمان. فحتى اللعيبه والجمهور كانوا يعني مستقبليني قبل ما اجي. سهل لك حاجات كتيره جدا. فسهل لك حاجات كتيره جدا، فانا لما جيت ما حسيتش ان انا يعني في مكان جديد. قول لي بقى الكابتن سيد كان حريص يقعد معاك يقول لك ايه؟ كابتن سيد كان بيتكلم معايا في انه لازم تصبر وما تستعجلش، كده كده الفرصه بتيجي، لازم لما تيجي تكون قدها، ما تستسلمش، ما ترميش الفوطه، بس يعني ده كان كل الكلام. بيتسو موسيماني برضه تقريبا انا بالك كان مقتنع بيك واتكلم وكان بيتكلم عليك كويس لما تيجي كمان. هو تقريبا كل الكلام كان في النقطه دي، خايفين ان انا مثلا ممكن اتضايق او كده، ان انا مثلا ما لعبتش او بس، ده يعني مش صح، انا عمري ما هتضايق. طبيعي انك بتبدا عشان ما لعبتش وكده، بس اهم حاجه اهم حاجه مصلحه الفرقه والكويس يلعب واللي جاهز يلعب، فاحنا بنستعد ان شاء الله. ايه المركز المحبب الى قلبك في الاربع مراكز دول؟ هو انا عندي مثلا الباك رايت والباك ليفت بالنسبه لي بقوا واحد يعني، ما يعني هنا او هنا ما عادش في فرق بينهم، بس فانا بالنسبه لي الباك المركز المفضل يعني سواء يمين او شمال. طب لو اتكلمنا عن اليمين، معانا واحد في الاستوديو كان نجم في ناحيه اليمين كابتن اسلام، انت اعلى ولا هو؟ اكيد هو طبعا. لا انت خليك بص، خليك يعني جري وقول بصراحه، ما تخافش. هو صراحه اكيد هو يعني اكيد. طب ايه اللي كان عند الكابتن اسلام مميز فيه قوي؟ مميز فيه قوي كان عرضياته كانت متقنه جدا يعني، وكان قوي وسريع. ف طب قول لي مين احسن باك رايت شفته في اخر 10 سنين او 15 سنه؟ في مصر ولا بره؟ داخلين في مصر. في مصر اخر 15 سنه كابتن احمد فتحي. طيب قول لي بقى انت بتلعب ناحيه اليمين وناحيه الشمال في مصر، الـ 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 القصه هنا يعني، او في النادي الاهلي في اثنين على اعلى مستوى، عندنا اكرم وعندنا طبعا محمد هاني، وفي الناحيه الثانيه علي معلول ومحمود روحي. شايف المنافسه عامله ازاي في المركزين؟ والله المنافسه في المركزين هي بالنسبه لي مفيده يعني، المنافسه بالنسبه لي مفيده جدا. الاربع لعيبه كلهم كويسين وكلهم مستويات عاليه، حتى زمايلي اللي في الفرقه في كل المراكز كلها مستويات عاليه، فدي حاجه بتضيف لي اصلا يعني كمستوايا انا بيعلى طول ما انا موجود مع الناس دي، وبنتطور والمنافسه بتتطور يعني. تمام. حلم اي لعيب يلعب في منتخب مصر بتتمنى ارتداء تيشيرت منتخب مصر؟ اكيد طبعا اكيد
يعني ده حلم برضه من وطموح ليا من زمان. وفي الاختيار الاخير ده كان عندك امل تخش ولا قلت لا لسه بدري لازم اثبت نفسي مع النادي الاهلي الاول؟ لا ما كان لسه برضه يعني لسه يعني محتاج ان اثبت نفسي اكتر وان انا اشارك اكتر واكون موجود بصفه اساسيه ان شاء الله. مستعجل اللعب مع الاهلي بسرعه ولا هيجي اللعب هيجي اللعب؟ هو طبيعي ان انا مستعجل عاوز العب بس عاوز العب اللي هو يعني هو كده كده اللعب هيجي بس انا مستعجل ان انا عايز اكون موجود وعندي الشغف ان انا عايز اكون موجود في النادي الاهلي وعايز العب في النادي الاهلي فعاوز العب بصراحه. البطولات اللي جايه كتير واولنا الستارت بتاعنا بطوله افريقيا، جمهور النادي الاهلي اي بطوله بيخش فيها بيبقى عاوز يفوز بيها، بطوله افريقيا، بطوله الدوري، اي بطوله يعني، طموحاتك ايه مع بطولات النادي الاهلي في الفترات المقبله؟ ان شاء الله يعني ان شاء الله طموحاتي ان انا اخد كل البطولات. وده طبيعي النادي الاهلي اكيد شايف البطولات كلها الفتره الجايه طبعا صعبه، هي بطوله صعبه ولكن الاهلي ممكن او من وجهه نظرك شايف البطوله الاقرب ليه الفتره الجايه ايه ممكن الاهلي يشتغل فيها كويس؟ البطوله الاقرب للنادي الاهلي ان هو ياخدها يعني السوبر الافريقي اقرب بطوله يعني ان شاء الله ياخدها وان شاء الله ان شاء الله يعني نحقق حاجه اعلى من السنه اللي فاتت في كاس العالم للانديه. اتفرجت على كاس العالم للانديه المره اللي فاتت امتى؟ فين؟ في اي مكان؟ في اي مكان كاس العالم للانديه؟ كاس العالم للانديه اتفرجت فيه في البيت. كنت يعني نفسي العب مع الناس اللي بتلعب في كاس العالم؟ والله انا في البيت عندنا كله اهلاويه وكلهم يعني هم مشجعين يعني هم وعصبيين كمان فبالنسبه لهم يعني كان نفسي اكون موجود معاهم صراحه وهم حتى بالنسبه لهم يعني كان نفسهم انا اكون موجود مع الفرقه يعني حتى لما بنيجي نتفرج على ماتش سوا بتاع شد حيلك ركز مش عارف ايه تعمل كذا ما تعملش كذا فهم في البيت حتى بيقعدوا يعني يتكلموا كده بلسان الجمهور برضه. اني نهائي افريقيا شفته اخر نهائيين النهائي دوت ولا اللي قبل منه؟ اني الامتع بالنسبه لي؟ اللي قبله طبعا اهلي وزمالك طبعا نهائي القاره اكيد. شفت الماتش فين الاول؟ شفت الماتش فين؟ كنت شفته مع واحد صاحبي كان جاي لي هو من البلد جاي لي بات معايا قبل الماتش بيومين ونتفرج على الماتش سوا. عملت ايه في القضية ممكن جول قفشة؟ إيه عملت ايه في جول قفشة؟ هو انا بصراحة كنت بتفرج في كافيه انا ما يعني زي كل الناس اللي عملت يعني زي جمهور الاهلي كله نفس الناس كلها عملته انا عملته. توقعت الكرة وهي جاية له وبيسندها على ركبته توقعتها ولا لا؟ توقعتها ان هي تعمل زي الكورباك كده بعدين. قلت له ايه لما دخلت النادي الاهلي؟ قلت له ايه؟ لا هو قفشة برضه صاحبي من زمان قلت له وقتها قلت له ايه؟ بلعب ببكتله الف مبروك وبتاع وفرحتنا كلنا. جمهور النادي الاهلي بيعقد عليك امال كبيره جدا زي ما كان بيطلب التعاقد معاك او بيطالب بالتعاقد معاك، عاوز بقى الفتره الجايه تثبت نفسك كويس جدا وتتالق مع النادي الاهلي باذن الله. باذن الله ان شاء الله وان شاء الله اكون قد المسؤوليه وقد دعمهم ليا ان شاء الله. كلمه لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله بوعدكم ان انا اطلع كل مجهودي وما بخلش بنقطه عرق واحده وان شاء الله ان شاء الله نحقق كل البطولات اللي هنشارك فيها. عاوز تقول حاجه يا كابتن اسلام؟ رب ابقى زيه. يا رب باذن الله. شكرا ليك حبيبي ربنا يخليك. شكرا كابتن اسلام. ده كان لقاءنا مع واحد من نجوم النادي الاهلي كريم فؤاد الوافد الجديد. يا رب باذن الله يتالق، يا رب باذن الله يتالق ويبدع في مركز الباك رايت. شكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان. شكرا طبعا لكريم فؤاد. الحقيقه واحد من اللاعبين الجيدين جدا اللي بالفعل كان كل جمهور النادي الاهلي بيعلق او بيعلق خلال الفتره القادمه امال كبيره على هذا اللاعب سواء ناحيه اليمين او ناحيه الشمال او حتى في وسط الملعب. النهارده شفناه الحقيقه بيلعب في وسط الملعب واحرز هدف بيكمل كويس. ربنا يكرمه ان شاء الله والفتره القادمه تكون فتره جميله ليه وللنادي الاهلي ولجمهور النادي الاهلي. خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هرجع اتكلم مع حضراتكم عن كارلوس كيروش ومؤتمر صحفي الحقيقه في بعض الصدوات اللي قالها كارلوس كيروش ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. النهارده كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخبنا الوطني الحقيقه عقد مؤتمرا صحفيا اتكلم فيه عن امور كثيره جدا تخص منتخب مصر والحقيقه افلح ان صدق. اول تصريحاته قال ان هو كان بيتابع كل اللاعبين وتابع مباريات الاهلي وامبي وبيراميدز وسموحه وبعض المباريات المسجله وقال ان الاختيار مش هيكون محدود وهيتفتح الباب للاعبين الجدد في المرحلة المقبلة. يا رب. الحقيقة الجملة دي دايما بنسمعها من كل المديرين الفنيين الجداد ولكن
نتمنى الحقيقه ان كارلوس كيروش يعني زي ما قلت في البدايه افلح ان صدق. ودي طبعا لقطات لمنتخبنا الوطني مع كابتن محمد شوقي ومع كابتن ضياء السيد وبقيه الجهاز الفني وكل اللاعبين المتواجدين في المنتخب الوطني. وزي ما حضراتكم عارفين دول كل اللاعبين المحليين، كابتن عصام الحضري طبعا وبقيه الموجودين. كروش قال ان لكل مدير فني عقليه خاصه. واحد الاسئله اللي جت لكارلوس كيروش هو هل سيتم منح شاره الكابتن لمحمد صلاح نجم ليفربول؟ قال ان محمد صلاح يستحق ارتداء شاره قياده المنتخب. يعني خلاص الحقيقه من وجهه نظر كيروش ان محمد صلاح هو كابتن منتخب مصر خلال الفتره القادمه. ومن وجهه نظر كارلوس كيروش ايضا ان شاره المنتخب لن تكون بالاقدميه ولكن باختيار المدير الفني بناء على اختيار محمد كارلوس كيروش لمحمد صلاح لان يكون مدير فني. والحقيقه ده اللي بيتعمل بيه في اوروبا. الحقيقه من الممكن جدا ان يكون هناك مثل هذه الامور، ولكن لاعب بقاله 10 15 سنه بيلعب في المنتخب او بقاله فتره طويله بيلعب في المنتخب، من حق كل لاعب حتى ان هو يرتدي شاره. وجهه نظري انا دايما بتكلم في وجهه نظري ان اللاعب من حقه، اللاعب القديم من حقه ان هو يكون كابتن منتخب. لما تبقى كابتن منتخب مصر وتحط الشارة على ايديك اعتقد ان ده شيء رائع جدا، ولكن في النهايه لكل مدير فني وجهه نظره. زي ما كان الكابتن حسام البدري قبل الفتره دي في الفترة السابقة كان عايز يخلي محمد صلاح يكون هو كابتن الفريق. بالمناسبة ممكن تكون بمباركة كل اللاعبين، لكن هناك بعض المديرين الفنيين يعني زي كارلوس كيروش كان صريح جدا. الكابتن حسام من وجهة نظري ان هو راح وجه في الموضوع ده كتير، راح وجه في الموضوع ده كتير، ولكن كارلوس كيروش واضح جدا قال ايه؟ قال ان محمد صلاح يستحق ان يكون كابتن منتخب مصر او يستحق شارة القيادة لمنتخب مصر. وبالتالي اصبح واضحا ان طالما كارلوس كيروش مديرا فنيا للمنتخب سيكون محمد صلاح هو كابتن المنتخب الوطني. مش عايزين نقعد نتكلم بقى في مثل هذه الامور كتير، احنا داخلين على مباراه وديه، الراجل بادئ بشكل كويس، بيتكلم كويس في المؤتمرات الصحفيه، فاتح الباب لكل اللاعبين، بيتكلم عن كل اللاعبين بشكل جيد، بيتكلم عن مصر بشكل جيد. خلينا نشوف بقى ايه اللي هيحصل الفتره الجايه، لان احنا بعد هذه المباراه ليبيريا وهي مباراه وديه ان شاء الله بعد بكره هتكون هذه المباراه. بعد كده ان شاء الله داخلين على مباراتين رسميتين، الاولى الاثنين مع ليبيا الحقيقه، والاثنين الحقيقه اصعب من بعض سواء في مصر او في ليبيا. المباراتين هيبقوا اصعب من بعض بكتير جدا، الجوله الثالثه والرابعه، لان هم دول مفتاح هذه المجموعه. لو ربنا كرمك وقدرت تكسب الجولتين اعتقد ان شاء الله انت بنسبه كبيره جدا منتخب مصر سيصل الى في شهر 3 الى المباراه الاخيره اللي هي هتبقى ما بين منتخب مصر وما بين احد الفرق اللي رايح جاي، واللي يكسب يصعد الى كاس العالم مباشره. وبالتالي المباراتين اللي جايين هم دول اللي هيصعدونا لكاس العالم. خلينا في ظهر المنتخب، خلينا في ظهر الجهاز الفني للمنتخب. زي ما حضراتكم شايفين اللي الواحد شايفه واللي سامعه ان هذا الرجل هو رجل شديد الصرامه، صارم جدا 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 في كل تعاملاته، ولكن في نفس الوقت هو اب لكل اللاعبين، بيحب يتكلم معاهم بفلسفه كره القدم وبروح كره القدم. ده اللي هنشوفه خلال الفتره اللي جايه، وده اللي نتمنى ان هو ينجح مع اللاعبين خلال الفتره اللي جايه. كلنا امل وكلنا في ظهر منتخبنا الوطني لغايه اخر لحظه ان شاء الله. بكره او بعد بكره نتفرج على المباراه الوديه، وبعد كده بقى نفضل كلنا في ظهر منتخبنا لغايه لما يعدي يوم 11 ان شاء الله، لان يوم 11 المباراة الأولى أعتقد هتبقى في مصر والتانية في ليبيا. يوم 11 المباراة التانية في ليبيا هتبقى بعد صافرة النهاية، هنعرف إيه اللي هيحصل الفترة اللي بعد كده مع منتخبنا الوطني. عندنا بعد كده كأس العرب، وعندنا بعد كده كأس أمم أفريقيا في شهر يناير، وبالتالي الارتباطات الدولية للمنتخب الوطني كثيرة جدا خلال الفترة القادمة. عموما كل التوفيق طبعا للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش، طبعا كابتن وائل جمعة مدير المنتخب. الحقيقة برضو كابتن سامي قمصان النهاردة، بس الخبر ده كان المفروض أقوله مع المباراة، ولكن الكابتن سامي قمصان النهاردة قال إن موسيماني كان حريص على إشراك الكبار 90 دقيقة بودية الغابة. زي ما قلت لحضراتكم راجل مستر بيتسو موسيماني خلال الفترة القادمة عنده 20 يوم، عنده 20 يوم هيقدر يفكر ايه الديفوهات اللي عندي او ايه الاخطاء اللي عندي في الفرقه
عندي اللياقه البدنيه واقعه شويه، نحاول نطور مستوى اللياقه البدنيه مع كل اللاعبين خلال الفتره اللي جايه، من خلال تلعب مباراه زي دي وبعد كده مثلا ممكن يريحك الصبح ويمرنك بعد الظهر تاني. فيها امور طبعا هي للمدير الفني وللجهاز بتاعه، هي هم اللي عارفين الدنيا بتبقى ماشيه ازاي والنظام ماشي ازاي من خلال بعض الاحصائيات اللي بيبقوا عارفينها عن كل اللاعبين. عشان كده ان شاء الله ال 20 يوم دول هيبقوا 20 يوم كويسين جدا 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 للنادي الاهلي من خلال وجود هؤلاء اللاعبين، وكل لعيبه المنتخب موجوده زي ما حضراتكم شايفين مع المنتخب، ان شاء الله يرجعوا بالسلامه ويعود النادي الاهلي بعد فتره خسارته طبعا للسوبر المحلي في مباراه طلائع الجيش وفتره ارهاق طويله جدا. ان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى افضل كتير. برضه النهارده الحقيقه من ضمن الاخبار اللي وقفت عندها ان اتحاد كره القدم المؤتمر الصحفي هسيبه لحضراتكم في النهايه، في نهايه هذه الفقره بعد ما نقرا كل الاخبار اللي معانا علشان تشوفوا برضه كارلوس كيروش في المؤتمر الصحفي ماذا قال. اتحاد كره القدم بيخطر وزاره الرياضه بعقد الجمعيه العموميه و146 نادي في التصنيف النهائي. اذا ستكون هناك جمعيه عموميه هتحصل خلال الفتره القادمه. ايضا تم الانتهاء من تصنيف الانديه التي يحق لها الحضور الجمعيه ب 146 نادي. ايضا رابطه الانديه يحق لنا تغيير شكل الدوري بالتنسيق مع اتحاد كره القدم. تمام، ما هي رابطه الانديه دي عباره عن ايه؟ انا عباره عن اعضاء في هذه الرابطه اللي انتخبهم عشان يبقوا موجودين في الرابطه كاعضاء في الرابطه هم الانديه، يعني هم ممثلين عن الانديه، وبالتالي لو ما نفذوش طلبات الانديه هتبقى عندك مشكله كبيره جدا، تبقى عندك مشكله كتير على مشكله كبيره جدا. وسيتم التصويت بالمناسبه، دي معلومه برضو، سيتم التصويت على شكل الدوري من اعضاء الرابطه، من اعضاء الرابطه يوم السبت القادم، وبناء على طبعا ده بعد تشاورهم مع الانديه، لانه زي ما قلت لحضراتكم رابطه الانديه المجموعه اللي موجوده هي ممثله لل 18 نادي اللي موجودين، وبالتالي يوم السبت خلينا ننتظر ونشوف شكل الدوري هيبقى عامل ازاي. شكل الدوري ما بين الرفض الدوري الدور الواحد او دوري الدورين، في ناس رافضه هذا الامر وفي ناس رافضه دوري المجموعتين، الكل عايز يلعب، او معظم الناس اللي انا اتكلمت معاهم النهارده الحقيقه من المسؤولين في الانديه عايز يلعب دوري عادي، ولكن دوري عادي ده هيوصلنا لسنه استثنائيه تانية. دوري عادي هيوصلنا لسنه استثنائيه تانية، لكن عموما خلينا نشوف راي الانديه ايه خلال الفتره القادمه في هذا الامر. وبما اننا بنتكلم عن الدوري خلينا نرجع مره تانية لكارلوس كيروش. كارلوس كيروش قال ان هو يعني بيرحب بدوري الدور الواحد اللي انا شرحته لحضراتكم امبارح، انت تلعب دوري من دور واحد فقط وبعد كده 17 مباراه وبعد كده 8 مباريات ما بين من الاول للثامن يلعبوا على المراكز من الاول للثامن. فخلينا نشوف ايه اللي هيحصل في اطار هذا الامر. كارلوس كيروش يقود مران منتخبنا السعاده لمواجهه ليبيريا والفريق يختتم تدريباته. زي ما حضراتكم شايفين انا اتكلمت مع حضراتكم في كل هذه الامور. منتخب ليبيريا بيصل الاسكندريه لمواجهه الفراعنه وديا، والتونسي يوسف السريري حكما لمباراه المنتخب الوطني الوديه امام ليبيريا. والنادي الاهلي ايضا بيحتفل بعيد ميلاد حارس مرمى كابتن احمد شوبير. كل سنه وانت طيب يا كابتن احمد. يعني كابتن احمد طبعا حقق مع النادي الاهلي 23 بطوله خلال 13 موسم وبطولات كثيره جدا، واحد من اهم حراس مرمى منتخبنا الوطني والنادي الاهلي لفترات طويله جدا كابتن احمد شوبير. كل سنه وهو طيب. زي ما قلت لحضراتكم هسيب حضراتكم دلوقتي مع المؤتمر الصحفي لكارلوس كيروش اللي قال فيه كلام مهم جدا جدا جدا. خلينا نطلع نشوف المؤتمر الصحفي لكارلوس كيروش، وبعد المؤتمر الصحفي فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل فقرتنا المعتاده الحقيقه مع كريم ثابت، كريم سعيد واحمد ثابت هيكونوا معايا على الهواء مباشره، هنشرح حاجات كتيره جدا وكيف استفاد النادي الاهلي من مباراه اليوم، وكيف استفاد النادي الاهلي ايضا من مباراه امبي وبعض الامور الاخرى بعد ما نشوف التقرير عن المؤتمر الصحفي لكارلوس كيروش. بعد كده فاصل، وبعد الفاصل احمد ثابت وكريم سعيد. All right, gentlemen, good afternoon, everybody.
بيسلم على الناس كلها وبيقول لهم مساء الخير. طبعا start to say thank you to Mr. Gomat to help me to talk with the people of Egypt to the football fans. Thank you very much Gomat for your help. هو بيشكرني طبعا على الترجمه اللي انا بعملها النهارده ومن خلال ان انا اتواصل معاكم يعني ومع الاعلام المصري كله يعني. Very simple. Again, for me, it's a big honor, a privilege to work with the Egyptian national team. سعيد جدا بالعمل مع الاتحاد المصري. So, gentlemen, thank you very much for being here. بشكركم على التواجد هنا معنا. I do believe that this is not time to talk too much. This is time to deliver it. ده وقت الشغل مش وقت الكلام وهو بيتمنى ان الناس تتفاهم كده يعني. We have a big race in front of us. عندنا سباق كبير. We need to climb one mountain with one game with six parts of 90 minutes. عندنا جبل قدامنا لازم نتجاوزه من خلال الفوز بالست نقاط ان شاء الله المباراه اللي جايه. And this is what we're gonna do to start working today to prepare how we gonna climb this mountain and reach the dreams of 105 million people in Egypt qualified to the World Cup. عندنا جبل بيقول لازم نبدأ الشغل عشان نتسلق الجبل ده ونحقق حلم 105 مليون مصر. I would like also to make a public comment about the moment of the team. We have a good legacy, 4 points in our hands, so it is our responsibility to improve and make it better and better and better, always better. هو يحاول ويشتغل ويطور الفريق. عندنا 4 نقط في رصيدنا. نحاول نزود ونزود وباذن الله نوصل لقمه المجموعه من خلال الفوز يعني. Coaches, we always want more and more and more, but المدرب دايما بيحتاج الوقت كتير 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 يعني. Under the circumstances of FIFA rules, we must show our gratitude. والقواعد الفيفا طبعا اللي بتحرمنا من كل اللاعبين. All the coaches and clubs in Egypt. كل المدربين في مصر. For the cooperation. بيشكرهم على تعاونهم يعني معانا. Allow us to have this mini camp. ان هم سمحوا لنا ان احنا ناخد اللعيبه في المعسكر القصير ده قبل المباراه. With one friendly game. So this is the reality. So we need to thank you to all people involved in this decision, clubs, coaches, officials. يشكر المدربين والمسؤولين والأندية على السماح للاعبين بالتواجد معنا. And special the players to come here for this friendly game. وبالتحديد اللعيبة كمان عايز يشكرهم على إن هم متواجدين معنا. Well, all those players that we called to the national team. كل اللعيبة اللي اختارهم للمنتخب. All of them was the result of a very, very careful and deep study. Watching دراسهم كويس جدا جدا. A lot of games of the league. وشاف مباريات كتيرة ليهم. Of course, in a video way, by عن طريق الفيديو قبل ما يجي ولما جه. And I trust that the decisions we make to this camp will help us to build the team to be ready for. وهو واثق جدا في القرارات اللي خدها انه ان شاء الله تجهز الفريق لليبيا يعني. Of course, we have a legend here from the past. بيقول يعني انا موجود معاه في الجهاز. And Egypt, it is a country with a powerful name in international football. مصر عندها تاريخ كبير وقوة كبيرة في عالم الكورة. But I repeat again, history doesn't win games. وبيأكد ان التاريخ ما بيفوز بالمباريات. We need to build one team. لازم نبني فريق. And bring players and staff. ونعمل مجموعة قوية. With a strong wish and desire to make history. برغبة قوية ان احنا نعمل تاريخ جديد للمجموعة اللي موجودة. This is our time. ده وقتنا. We know our responsibility. عارفين المسؤوليات اللي علينا. With the help of God, I trust that we're gonna do it. بمساعدة ربنا ان شاء الله والمجهود نقدر نعمل كل حاجة. But I cannot answer because the Libya guys, they are listening to the press conference. So I cannot say anything. ليبيا طبعا ومسؤولي ليبيا اكيد بيتابعوا المباراة وبيتابعوا المؤتمر الصحفي. فدي تعتبر معلومة تخص ال When we start the game, they're gonna see how we're gonna do it. لما تبدأ المباراة هتعرف طريقة اللعب. One thing is sure, no matter how we play, the formation we need to be better than them. هو بيقول بأي طريقة هنلعب لازم نكون أفضل من الفريق المنافس. We
we study all the بيقول لك ان هو في خلال زي ما قال اتفرج على المباريات السابقه كلها مباريات كتير جدا لكل اللعيبه وبناء عليه اختار الصورات اوف فيديوز اوف زمالك على الاهلي وشاف مباريات كتير للاهلي وللزمالك ولبقيه اللاعبين اللي موجودين في الفرق الاخرى we are watching all the players Egyptians playing abroad شاف كل اللعيبه حتى المحترفه اللي بتلعب في الخارج and now we have clear picture about the players. وعنده صورة واضحة للعيبة كلها المصريين سواء هنا أو في الخارج. After this camp, we'll be ready to make the call up to play against Libya. For sure. بعد المعسكر ده مباراة ليبيريا هنعلن أسماء اللعيبة اللي تبقى جاهزة لمباراة ليبيا. I have technical conversations with the president. هو عمل مقابلة طبعا مع الأستاذ أحمد مجاهد رئيس الاتحاد و. واتكلم في النقاط دي طبعا ويعلن لا شير ماي اوبينيون وقال رايه في اللي المفروض يتعمل يعني there are different concepts for different coaches كل مدرب وليه طريقه وليه شخصيه في التعامل وليه طريقه في تحديد الكابتن I do believe that the captaincy in the arm of محمد صلاح is in a good position بيشايف ان محمد صلاح هو الكابتن للفريق وده قراره وده مناسب يعني وجهه نظره So we're gonna make it easy. As I said, we have one game with six parts. عندنا مباراة واحدة بست أجزاء. First part we play against Libya, second part against Libya, third part against Angola, fourth part واخد against يعني هو المجموعة المباريات كلها اللي باقية واحدة واحدة كأنها مباراة واحدة يعني. فمقسمها أجزاء. One game each time. على التأهل. We don't need now to be ready to win the World Cup. مش يعني انا مش عايز افوز بكاس العالم دلوقتي but we need to be ready to be better than Libya فهو كل اللي في دماغه وتفكيره ان احنا نبقى ان شاء الله افضل من ليبيا because only being better than them we have a good chance to win لو احنا افضل منهم ان شاء الله عندنا فرصه كبيره ان احنا نفوز the message I know national team players هو عارف لعيبه المنتخب الوطني كويس جدا I work with a lot of national team players اشتغل مع منتخبات كبيره في تصفيات كاس العالم there is one thing I know when they come to the national team they want to do the best for this country ان اللعيبه لما بتيجي منتخب بلدها بتبقى عايزه تعمل افضل واحسن حاجه my job it is to help them to play and perform the best they can وظيفته ومهمته ان يخليهم يأدوا افضل حاجه عندهم واحسن حاجه عندهم and the most important thing for national team players it is to know when they dress the Egyptian shirt they need to know they play for the people يعرف ان عايزهم يعرفوا انه لما يلبسوا فانيله المنتخب الوطني هم بيلعبوا بيمثلوا الشعب المصري كله nothing more matters مفيش حاجه اكتر من كده وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين خلوني ارحب بضيوفي في الفقره الثابته دائما بيكونوا معانا كريم سعيد ازيك يا كريم؟ ازيك يا دوستان؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله ايضا احمد ثابت ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام كله كويس؟ تمام انا بعرف ادلعك بس ما بعرفش ادلع كريم اقول له يا كيمو كيمو اخبارك ايه يا كيمو؟ كله كويس؟ الحمد لله الحمد لله خليني الاول ابدا ناخد كلمتين الاول عن بعد هزيمه السوبر المحلي وفوز النادي الاهلي في مباراته مع امبي ولكن اداء جيد افضل من مباراه السوبر ولكن في النهايه ليس هو اداء النادي الاهلي في كل الاحوال طبعا ماتش امبي انا بعتبره رد فعل تلقائي من اللاعبين اللي حصل في ماتش الجيش ماتش السوبر بالنسبه طبعا مبروك طلع الجيش قدموا اللي قدروا عليه بس في وجهه نظري ان كان في فرص كتيره وطرق كتيره لينا ان احنا نكسب المباراه دي سواء تكتيكيا او فنيا او روحا او معنويا يعني في كذا حاجه أيوة. مباراه في وجهه نظري كانت اللي انا شفتها 120 دقيقه اللي شفتهم مباراه كانت سهله وكان طبيعي جدا جدا يكون عندنا كذا طريق للمكسب اذا طريق اتقفل بمعنى انا بحط تكتيك وبحط طريقه لعب في البدايه بشوف الماتش ماشي ازاي الدنيا وقفت ببدا استخدم امور اخرى واللعيبه نفسها حتى ايفن اللي هم لقوا ان الامور اللي هم متفقين فيه عليها مع الجهاز الفني قبل المباراه ما مشيتش ممكن احنا يعني ببعض التعب الزياده كنا نقدر نخلص المباراه 120 دقيقه بعض الامور الفرديه كمان لكن يعني قدر الله وشاء فما فيش مشكله ولكن في وجهه نظري ماتش انبي هو ليس مصالحه لاي شيء يعني مش واخده مصالحه لحاجه هو رد فعل من اللاعبين وده كان الشغل اللي هم لازم يعملوه
في مباراه، في مباراه الكاس لازم تكسب ولازم تأدي فيها ما يمكن تأديته عشان تتأهل الدور التالي، عشان طبيعي طبيعي النادي الاهلي بينافس على بطوله الكاس، ومفروض يفترض يعني وصلنا لدور الثمانيه وصول طبيعي، وصلنا للسيمي فاينل ان شاء الله باذن الله وصول طبيعي، وصلنا حتى للفاينل وصول طبيعي، وساعتها نسال مين المنافس بتاعنا في ماتش الفاينل، فنبدا نقول وغالبا الزمالك. نبدا بقى ساعتها نقول حجم الفريق، يعني طبعا ملعب نادي الزمالك في الفاينل طبعا مباراه ليها حسابات كتيره والامور الفنيه والتكتيكيه تتدخل بنسبه كبيره جدا، انما مع طبعا والله مع كامل احترامي طبعا النادي طلائع الجيش قدموا مباراه ممتازه والكابتن عبد الحميد بسيوني، ولكن ان انا اخسر اللي هو بيشتغل فيه دايما، ان انا اخسر المباراه قدام فريق وقع بدنيا بعد الدقيقه 55، فريق في وجهه نظري الشخصيه اقل بكتير على المستوى الفردي من الفرقه اللي احنا قابلناها في الدور الثاني في الدوري السنه اللي فاتت، حتى على يعني مستوى خط الدفاع، حتى كان هنا كابتن اسلام قلنا خط دفاع كان اسلام جمال واحمد علاء الاثنين اتقل بكتير من علي الفيلو وخالد سطوح اللي لعبوا قدامنا في مباراه السوبر. كامل احترامي لا بصراحه الخساره امام طلائع الجيش ملهاش اي مبررات عندي وملهاش اي تبريرات، وخساره تزعل تزعل جامد جدا جدا جدا، وتخلينا نقعد فتره نقعد فتره نطالب بان الجميع يعمل الشغل بتاعه قبل الاشاده وقبل الذم. يعني احنا بصراحه حتى مهما حصل مش هنقال عن مستوى الشخص، مش هشيد، لا ده شغل انت محتاج تعمل شغلك، وما تعمل شغلك اوكي امشي سقف كمل، لما احس لما نحس ان انت عملت بقى حاجه اوفر جدا 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 على وتنسينا مباراه الجيش ده ممكن ساعتها نبدا نسقف. طيب ده كلام كويس جدا، ولكن ايضا على الجانب الاخر هناك مكاسب عديده جدا في هذه المباراه اللي هي مباراه امبي. احنا رجعنا شويه لورا لان احنا ما تقابلناش من يوم مباراه طلائع الجيش، هم مربوطين ببعض بصراحه، هم بالظبط هم مربوطين ببعض، يعني ماتشين ثلاثه او يومين ثلاثه ما بينهم وما بين بعضه. ولكن في النهايه ايضا النادي الاهلي في ظل هذه الظروف الصعبه جدا هناك مكاسب عديده في مباراه امبي. انا اعتقد ان من وقت يعني في من لحظه الانتصار بتولد لحظات الانتصار، يعني احنا قبل كده كنا خسرنا من سان داونز يعني وكانت هزيمه يعني من لحظه الانتصار بتاعت دي مهمه جدا. ليه؟ لان انت مفيش فرقه بتكسب على طول، اكيد ممكن يكون طبعا المدرب كان مثلا غير موفق، اللعيبه كانت غير موفقه طبيعي، وعلى فكره هم اعترفوا يعني كل اللاعبين. انا الميزه بالنسبه لي بمناسبه كلامك يا كريم، الميزه بالنسبه لي يمكن عشان اتكلمت مع معظم اللعيبه، لكن انا الميزه بالنسبه لي ان اللاعبين اعترفوا بذنبهم وتقصيرهم في هذه المباراه، وبالتالي ان انت لما بتكلم لاعب برضه وتقول له انت ما كنتوش كويسين يقول لك ايوه انا عارف ان انا ما كنتش كويس وان انا الفتره اللي جايه والجمهور وهعمل واخلي واسوي، ان اللاعب يقول كده اعتقد ان دي بدايه جيده برضه في دي بدايه جيده لكل الناس، يعني تصحيح الاخطاء اللي حصلت في المباراه او في الفتره اللي فاتت تحديدا ده امر جيد، يعني انت الانكسار اللي حصل ده انت بتبني عليه، كان ممكن يكسب وكان ممكن كنا ممكن نكسب ونداري على الخطا وما نحسش، كان يبقى انتصار خادع مثلا، لكن انت خسرت وفي نفس الوقت بتتعلم من الاخطاء، وده النادي الاهلي اتعلمنا كده على طول في مدار تاريخ النادي الاهلي ان احنا بنتعلم من الاخطاء اللي وقعنا فيها واللي حصل فيها عشان نصلح عشان نبني للي جاي، ده المهم جدا، وده اعتقد ان بدا يحصل في مباراه انبي. يعني في انا بشوف ان بدر بنون دخوله يعني بصراحه واحد من ما كانش بيلعب مثلا في المباراه اللي فاتت، اليو ديانج الدبابه البشريه اللي ما كانش موجود برضو وجوده في الاثنين المحترفين تحديدا المحترفين احنا جايبينهم عشان يدوا لك الفارق سواء بدري بنون سواء اليو ديانج سواء واحد زي علي معلول سواء ميكسوني سواء بيرسي تاو، لكن المباراه طبعا مباراه امبي احنا تفوقنا فيها في كل شيء. طبعا انا بشوف ان امبي كان اقل شويه من طلائع الجيش فنيا على مستوى اللعيبه على مستوى القدرات، بصراحه امبي اقل شويه، ولكن انت تفوقت في كل شيء، تفوقت في الاستحواذ، تفوقت في التمريرات، تفوقت في المحاولات، تفوقت في الضربات الركنيه، كل شيء ده ما ينفعش ننكره. يعني لو استعرضنا الارقام هتلاقي مثلا النادي الاهلي الاستحواذ بتاعه كان يعني 69%. انا الحقيقه قبل بس ما اتكلم على مباراه امبي لان انا لفت نظري لان انا فاكر الرقم ده، احنا فاكر ان احنا قلنا على التمريرات الطوليه ما قبل مباراه الجيش صح. قبل مباراه الجيش قلنا ان هي 48 قلنا للجيش و44 للاهلي حتى قلنا صح. ان هي متقاربه جدا بالزبط. في المباراه الثانيه اللي هي مباراه السوبر
كانت 52 او 52 في 120 دقيقه 120 دقيقه، وبالتالي تقريبا هو نفس حضراتكم حذرتوا من يا جماعه احنا لازم يعني نلاقي حلول. احنا ليله المباراه قلنا لازم نلاقي حلول للتكتل الدفاعي، وقلنا نفس الطريقه اللي هيلعب بيها كابتن عبد الحميد بسيون اللي هي 4-5-1، وبتتحول ان هو النتيجه نفس الاسماء كمان، نفس الاسماء، والنتيجه لو استمرت قلنا هيدفع بمدافع ثالث وهيقفلها وهتقلب بخمسه ورا، وده اللي حصل بالظبط. قلنا ان كان لازم يبدا حلو، هو اللي انا وجهه نظري كانت المشكله في التاخير في التغييرات. انت من بدري كان لازم يبقى عندك جرأه هجوميه، خاصه ان المنافس زي ما كريم قال قل بدنيا، فانت كان من زمان يعني من بدري من بدايه الشوط الثاني وفنيا من بدايه الشوط الثاني كنت تقدر تدفع بحساب عشان كده عارف يا كريم، هو ده اللي مزعل الناس، ان انت انا خسرت بطوله ما كانش المفروض ان انا اخسرها، ولكن فريق الجيش ادى بشكل جيد وكل حاجه، ولكن يعني انت كنت اقل حتى من فريق الجيش. اسلام دايما دايما منظومه النادي الاهلي قبل ما حد يطلب المبررات لخساره او نتيجه سلبيه، مباراه يعني الناس دايما عندها القابليه انها تطلع مباراه الاول. أيوة. مفيش مشكله وندافع كل حاجه، لكن حذاري من الخساره غير المبرره، هي دي اللي بتعمل ازمه. بس هي هنا كان في تبرير. ايه هو التبرير؟ التبرير ان اللعيبه بعد التبرير بالنسبه لي كان بعد المباراه. لا لا بجد والله. أيوة. لانه اصل الواحد مر بالظروف، فاهم ان انت تطلع وتتكلم وتقول ان انا قصرت، وان انا كلاعب قصرت، وان انا كمدير فني حتى في المؤتمر الصحفي قال ان انا قصرت. كل الناس يعني لما الكل بيجمع ان هو قصر، ايوه اعتقد ان ده شيء جيد. انا فاهم. لا 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 ده اوكي، بس ده مش بسميه تبرير، انا بسميه محاوله لان احنا نصلح الامور. احنا دلوقتي محتاجين يعني احنا طبعا طبيعه منظومه النادي الاهلي ما بنفكرش في اللي فات كتير، بس نتعلم منه. ليه؟ بالزبط. عشان النقطه المهمه بقى ان احنا نتعلم من اخطائنا. يعني حتى مثلا في دوري السنه اللي فاتت احنا قلنا هنا وانا قلت هنا في برنامج ان موسيماني محتاج وقت الناس تصبر عليه عشان يتعلم الظروف المحليه، لان احنا فعلا على المستوى الافريقي موسيماني ماشي بنسبه ممتازه وفوق المتوقع. ما اعتقدش في حد يعني كان يتوقع واحنا بنمضي مع بيتسو موسيماني ان احنا هنحط عليه تارجت انه ياخد 2 دوري ابطال ورا بعض، ده ما كانش هيحصل. لكن على المستوى المحلي احنا محتاج نبقى في حقيقه قدامنا واضحه، وهي ان مش كل مباراه هنحتاج ان احنا نسكاوت المنافس بتاعنا. ان الدوري المصري يتكون من 18 فريق، منهم لا يقل 12 فريق حتى هتلعبهم بنفس الستايل. مش هيغيروا هم، بس في 6 فرق هنحطهم على جنب كده، منهم نادي الزمالك، نادي بيراميدز، نادي المصري، نادي الاتحاد، ربما نحط الاسماعيلي، بس مع ان الاسماعيلي في الفتره الاخيره برضو بيلعب زون ديفنس نفس طريق الفرق الاخرى. بس ال 12 فريق دول انت محتاج انك تفرض شخصيتك عليهم، لان هم مع كامل احترامي المقومات الفرديه والامور الفنيه للفرق دي مش عاليه قوي. والدليل على ده احنا خسرنا الدوري السنه اللي فاتت بسبب ماتشاتنا مع الفرق الاقل المتوسط والفرق الضعيفه، مش مع الفرق الكبيره. احنا عملنا احلى ماتشاتنا قدام الزمالك مكسب 2-1، وكنا ممكن نكسب بنتيجه اكبر. ماتش 1-1 الفريق بيلعب لغايه 1-0 بشكل ممتاز جدا، وافضل نادي الزمالك، نادي الزمالك ما رجعش غير لما احنا رجعنا. ماتش بيراميدز اللي هو ماتش 2-2 غلطه محمد الشناوي بعيد عن الخطا، عملنا مباراه كان ممكن النادي الاهلي يخرج بسكور تاريخي على نادي بيراميدز. الماتش دول الاول يعني تعادلنا 0-0 باخطاء تحكيميه فجاه، والنادي الاهلي كان بيلعب بشكل جيد جدا. ففيتسو موسيماني فعلا ما فيش خوف عليه، او بيقدم مستوى جيد قدام الفرق الكبيره اللي فاتحه خطوطها اللي بتلعب معها ماتش شطرنج. انما ازمتنا واضحه جدا جدا واضحه، ودي حاجه كويسه كابتن اسلام انك تعرف فين المشكله عندنا قدام الفرق الاقل المتوسط والفرق الضعيفه اللي بتعمل زون ديفنس وتبدا تخنقنا وتخلينا مش عارفين نلعب. هنا لازم يتم تغيير التكتيك، وهنا دي النقطه اللي انا بعيدها وبكررها تاني. مهم قوي 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 في محاولتنا الثالثه يبقى أداءنا احسن من المحاوله الثانيه والمحاوله الاولى، عشان انا احس كده انا اتعلمت. انا احس ان انا اتعلمت، عشان احس ان انا درست واتعلمت من الموقف اللي انا اتعرضت له قبل كده. انما انا العب ماتش السوبر وزياده نص ساعه، وطبعا نص ساعه حق طبعا عارف نص ساعه دي في كوره زمن كبير جدا، ضيف عليه انك بتلعب نص ساعه قدام فريق انتهى بدنيا، نادي طلائع الجيش نزل الوقت الاضافي منهك بدنيا تماما. فكنت اتمنى ان اشوف دراسه افضل لماتش الدوري نطبق في ماتش السوبر، لان فعلا ماتش السوبر كان سهل جدا ان احنا طيب خلاص اللي حصل حصل، نعمل في اللي جاي. اللي جاي مهم جدا ان احنا ندرس كل ده ونفهم تماما
ان في فرق كتيره انت هتلعبها كوبي وبيست. كويس جدا، ولكن ال 20 يوم هيفرقوا طبعا، هيفرقوا كتير جدا. ان انت بمناسبه كلام كريم بتقلق، ده مهم جدا ان انت في الفتره دي، يعني تكمله لكلام كريم، انت بتفرض شخصيتك، بس انا شايف اللي ناقص برضو ان يبقى في ثلاث حاجات كمان. اول نقطه، انت بتفرض شخصيتك بس لازم يكون عندك توازن. ازاي؟ انت خسرت بعض الماتشات كنت كسبان فيها وما قدرتش ان انت اتعادلت بسبب زي ماتش البنك الاهلي مثلا، ماتش بيراميدز، بسبب ان ما عندكش نوع من التوازن. الحاجه الثانيه لازم يبقى عندك جرأه، زي مانويل جوزيه مثلا كان بيكسب المنافس نفسي اكتر من صح. تكتيك. بمعنى ايه؟ انا النهارده هغير احمد السيد باك ليفت وهنزل مهاجم. المنافس بيحس من جواه ان الراجل ده خلاص احنا هنتغلب، بينزل لك مهاجم. مره طلع وائل جمعه كراس حربه مهاجم، كان دايما بيعتمد راس حربه لما يتزنق. في مباراه من المباريات 2-0 للاتحاد وخلى 2 ورا، ماتش ماكي. وخلى 2 ورا بس، 2 قدام حسام عاشور. دي التغييرات دي بتبقى يعني جرأة هجوميه من بدري، مغامره، بس المغامره مع النادي الاهلي مطلوبه، صح؟ خاصه ان انت بتلعب فرق اصلا بتدافع ل 11 لاعب قدام عند منطقه جزائهم زي ماتش طلاع الجيش. فانت كان من بدري، من بدايه الشوط الثاني كان لازم يبقى عندك جرأة اكتر من كده، وفي نفس الوقت لازم برضو في بعض الماتشات في دوري يكون عندك نوع من التوازن. ان انت يعني هو في افريقيا مميز جدا، لكن في الدوري مثلا بيبقى مميز وعنده جرأة، ولكن بيبقى مفيش توازن احيانا. بعض الماتشات بتهرب شويه بسبب عدم وجود التوازن. انا دلوقتي الناس بدات تقول لي واحنا ماشيين في الشارع واحنا هنلعب في افريقيا، يعني بدات الناس تتكلم بهذا صح. الشكل ان انت في افريقيا بس. لا يا جماعه، انا وجهه نظري بصراحه ان الفتره الاخيره فيها اجهاد كبير جدا، اللي هي ما قبل الدوري، اللي هي خساره الدوري، وما بعد الدوري اثر بشكل سلبي. او طبعا قفشه وشريف مستواهم يعني تراجع، رغم ان شريف احسن جدا. مهاجم في مصر، وقفشه احسن لاعب في مصر واحسن صانع لاعب في مصر، الاثنين مستواهم في اخر الماتشات قليل. ليه؟ عشان كده انا بالنسبه لي ال 20 يوم دول، هم الاهم، هم البدايه، هم المتنفس، هم اللي هيبتدي. حتى هو النهارده مثلا هو قاعد بيتفرج على الماتش الودي، قاعد فوق جايب معاه المحلل اداء جنبه، حاطط الكاميرا الفيديو. اعتقد ان هو كان بيركز على تحركات اللاعبين، مش فارق 7 8 7 10 20 مش فارقه، لكن اللي فارق معايا هو تحركات اللاعبين جوه الملعب. ازاي محمد هاني لما يتحرك لجوه، محمود وحيد لما يطلع لبره، رامي ربيعه لما يقف، احمد عبد القادر هيقطع من النص ازاي، حسام لما ينزل، حسام حسن لما ينزل لتحت. هي دي اللقطه اللي انا وجهه نظري هي اللقطه الاهم في بمناسبه اللقطه دي. كمان على فكره الراجل بيعتبر موسى متلابه اللي هو اللي جنبه ده اكتر من محلل اداء، يعني هو بالنسبه له هو مدرب مساعد. مدرب مساعد ومحلل اداء الاثنين. موسى متلابه يعني يعتبر ده شيء جيد، يعني يعني حته ثقه ما بين افراد الجهاز الفني ده جاي. لكن نقطه يا كابتن انا عايز اقولها وبصراحه، يعني في مباراه الكوره ساعات انت بتحتاج لفتره، خصوصا ماتش الدوري، ان انت بتجمع نقط، وكمان الدوري يحسم باكبر عدد من النقاط قدام الفرق الضعيفه والمتوسطه. مهما كانت الفرق الكبيره، يعني مثلا نادي الزمالك خصم قوي جدا وخصم صعب، لكن في الاخر الماتشين بتوعه ست نقاط، زيهم زي الفريق اللي نزل الانتاج الحربي، ست نقاط خلاص الموضوع انتهى. لكن المهم انك تجمع النقط الكبيره. المهم بقى نحط القاعده ان مش لازم كل ماتش احط فيه التاتش بتاعي، شرط ممكن افضل 3 4 ماتشات 5 ماتشات بلعب بنفس السيستم، بنفس السكواد، بنفس القائمة، بنفس كل حاجه. لا بس عكس كلامك في الاول ان انت كل مباراه لازم محتاج ان انت تغير فيها. لا انا بتكلم في ماتش الدوري، في 12 فريق شبه بعض انا مش محتاج ان انا احلل كل فرقه بتحليل مختلف، لان ساعات التحليل الزائد عن اللزوم ما بيجيش. ممكن يدور ممكن يدور. كابتن عبد الجليل كان معايا امبارح قال لي مثلا، بمناسبه الكلام ده عشان الناس تفهم، الكابتن عبد الجليل كان معايا امبارح قال لي على حسام غالي مثلا، هو قال له ايه يعني واقف مع مرة، قال له انزل بدماغك للعيبه اللي حواليك. نعم. بمعنى ايه؟ ان معنى بمعنى ان حسام كان بيعمل حاجات ممكن اللي حواليه ما يفهمهاش قوي، تفكيره اعلى من زمان. فممكن دلوقتي ده اللي انت بتقوله ده المعنى اللي انا فهمته، ما اعرفش صح ولا غلط. صح صح. بمعنى ان انا يعني في مباريات مش محتاجة ان انا احلل، ايوه مش محتاجة ان انا اعرف اكسبها ازاي، مش محتاجة اتعامل معاها كانها في الشامبيونز ليج، مش دوري الابطال. لا، مباراه بسيطه، مباراه سهله، وما تديهاش اكبر من حجمها، لانك لو اديتها اكبر من حجمها ممكن المباراه تتازم بدون داعي. فاحنا محتاجين نتعامل معاها على قدها، هي قدها كده اهو، ونعرف ان طالما ان المنافس من النوعيه اللي احنا بنتكلم عليها دي، الهدف المبكر يحل لك كل حاجه، كل شيء انتهى. لانه وانس نوصل 1-0 هو مجبر يفتح خطوطه، فتح خطوطه انت كده شديته للشارع بتاعك في افريقيا، انه يفتح بقى ويلعب الكره اللي انت عايزها. انما لو وصلت عليك
الدقيقه 60 او الدقيقه 70 بدون ما انت بتقدم في النتيجه، ايه اللي بيحصل عندنا كابتن اسلام؟ بيحصل حاجتين، ضغط عصب شديد جدا عند اللعيبه، ودايما الاعتماد على بلس 90، دايما بنستنى جون بلس 90، وده صعب جدا طبعا، انك بتضغط نفسك عصبيا، والضغط العصبي معروف في الطب الرياضي انه اشد واعنف من الضغط البدني. يعني انا ممكن الضغط ابقى تعبان كجري، انما لو انا بجري وانا مضغوط عصبيا وماتشات ورا بعض، وكنا بنتكلم في ايه، احنا ماتش كل يومين وثلاث ايام بنلعب بنفس السيستم، بنلعب بنفس السيناريو، مضغوطين ونوصل الدقيقه 90 وعايزين نجيب الجول، عايزين نجيب الجول، طب ما اللعيبه مش هتعيش معايا كده كتير. فمهم قوي ان انا تفكيري للدوري المحلي يبقى مختلف تماما في تنظيمه وتخطيطه عن بطوله الدوري. في نقطه بس اخيره كمان، الضربات الثابته، الضربات الثابته بتاعت النادي الاهلي في الفتره الاخيره دي كانت في البدايه جيده الحقيقه، لكن في البدايه فيها بيتعمل فيها تكتيك، لكن انت في الضربات الثابته لا، في لعبها اعتقد ان ال 21 يوم الجايين دول لازم يتم تحفيز اللعيبه بعض الضربات الثابته، سواء الضربات الركنيه او الضربات الثابته اللي على الاجناب او اللي حوالين منطقه الجزاء، لازم نستغلها. لازم انت ممكن تفك التكتل الدفاعي ده بضربه ثابته، يعني تسهل عليك الماتش كتير جدا، فده اللي لازم الجهاز الفني طبعا يشتغل عليه الفتره الجايه، الضربات الثابته في خلال ال 21 يوم، خاصه ان انت كسبت حاجات كتير جدا في مباراه انبي ومباراه وديه النهارده، في مكاسب كتير جدا، وبرده التزيات من خارج منطقه الجزاء برده مهمه جدا، لان احنا برده ما اعرفش، لما بشوفتش عمال افتكر في يعني القضيه غير القضيه طبعا، القضيه دي ما حدش بينساها، لا القضيه دي ما حدش بينساها، لكن انا بتكلم على ما بعد القضيه، عمال تفتكر في مش هتلاقي كتير، مش هتلاقي اهداف كتيره جبتها من بره على الرغم من محاولات مثلا مجدي قفشة، لكن مثلا عندك واحد زي اليو ديانج ما اعتقدش ان تسديداته، عمال افتكر يعني بيحاول بس مش على المرمى حتى، يعني مش على المرمى، اخر مباراه كان عنده مساحه سليه الحقيقه، كان بيشوط كويس جدا. فالحاجات دي كلها اللي حضراتكم بتتكلموا فيها هي حلول للفتره الجايه لتكتلات كبيره جدا، وعشان كده انا دايما بقول ان ال 20 يوم دول ولا ال 22 يوم دول متنفس كبير جدا جدا لبيتسو موسيماني. هنكمل كلامنا وناخد بقى بعض الايجابيات او الايجابيات اللي حصلت في مباراه انبي، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلونا نتكلم عن اهم الايجابيات يا كريم اللي موجوده في مباراه امبي، وخلينا نبدا بالابرز اليو ديانج او اليو ديانج. بالنسبه لي اليو ديانج وعمر عبد القادر يعني مكسبين اعتقد النادي الاهلي، يعني المفروض اليو ديانج مش مكسب جديد، يعني ما ينفعش اقول اليو ديانج مكسب جديد، اليو ديانج يعني اصبحنا بنقول كده اول مباراه بصراحه له حتى من ايام رينيه فاينر، مفروض يفترض في وجهه نظري الشخصيه طالما اليو ديانج جاهز نفسيا وجاهز بدنيا وجاهز تكتيكيا، فهو يعني من الاوراق الاساسيه في النادي الاهلي، وان هو بيديك ورك ريت عالي في نص الملعب، من اهميه يعني في تكتيك كره القدم نص الملعب هو اكتر خط بيحتاج فيه اللعيبه اللي عندها ورك ريت عالي، او اللعيبه اللي بتجري بدون كوره كتير ما بتتمشاش، فطالما عندك اللعيب ده فهو بيقدر يبوزيشن نفسه في بيمركز نفسه في اماكن كويسه بيخليه قادر انه يقطع الكوره ويفسد لك كل الهجمات المرتده. شفنا نادي انبي سنحت له فرصتين في نهايه المباراه، واحده في الدقيقه 88 واحده في الدقيقه 92، طبعا دي كانت في بدايه المباراه، بنشوف تدخل راجل بيعمل تاكلينج بيقطع الكوره بيحول الهجمه من النادي الاهلي لهجمه للنادي الاهلي، هنا هو عارف ان الكوره نسبه كبيره هتيجي هنا، فواقف بعيد حتى عن لايم التماس، والطلعه بتاعته كمان يعني الباص الصح بالظبط، والاحلى من دول بصراحه الهجمتين اللي هو قطعهم في نهايه المباراه، في هجمتين نادي انبي كان رايح بهجمات بهجمه خطره جدا في الدقيقه 91، لاعب رايح لوحده اليو ديانج فضل باصص عليه من بص يا كابتن مثلا دي برده هجمه خطره، اليو ديانج واقف كويس ومحضر نفسه ان هو يقدر يتدخل في الوقت المناسب، التوقيت بتاعه في انه ياخد قرار الضغط دي اللي انا بتكلم عليها، هجمه خطره جدا يبص عليها اللاعب لو جري وقدر ان هو يفتح مساحه ويمر الكره هناك خلاص انفراد، اليو ديانج فضل يقرب وقدر ياخد الكره بدون ما يعمل فاول، يعني كمان لاعب ذكي سريع بيقدر يختار التوقيت الجيد في اخذ قطع الكره. طيب النقطه الثانيه بينزل احمد عبد القادر، لو حضرتك تفتكر قبل ماتش الجيش كنت انا واحمد بنتكلم على واحده من النقط المشكله عندنا في الاجنحه، وهي اللاعب السكيلر او اللاعب اللي بيرقص مهاري. احمد عبد القادر قدم لنا في ماتش انبي بصراحه بعد من وجهه نظري الدش اللي هو خده بعد البدانكه اللي عملها في ماتش الودي، احمد عبد القادر نزل ماتش انبي عمل كل حاجه بيرفكت مركز كل حاجه عملها صح، وخلي بالك يعني انا انا شخصيا مع خروجه ليه؟ لانه كان استهلك مخزونه البدني صح. لان ناس كتيره جدا عاتبت بيتسو على ان هو خرج احمد عبد القادر، انا شخصيا كنت شايف العكس، ان احمد هنا
شكرا يا احمد، وحد تاني يكمل، لانه احمد عمل مخزون، طلع كل مخزون والبدني في خلال ال 60 وال 65 دقيقه اللي طلعهم، ولو كان قعد اكتر من كده بدليل ان في كورتين ثلاثه قبل ما يطلع على طول سهلين، اسهل من حاجات عملها قبل كده وكانوا بيتاخدوا منه، اللي هو كان بيقدر يخش في وش اللعيب، فبالتالي انا كنت شايف ان تغييره صح. صحيح. لا وكمان هنا المدير الفني ممكن يحافظ ان اللاعب في 60 دقيقه يبقى صورته افضل من 90 دقيقه. الله ينور عليك. في 90 دقيقه انت ممكن تغلط، فممكن تمسح اللي انت عملته في 60 دقيقه، لان في بعض، انا اسف جدا معلش، لكن لان في بعض الناس وصلت ان بيتسو عايز يحرقه. اه والله اتقال كده، انت ما سمعتش الكلام ده؟ لا طبعا، يعني اكيد سمعته، يعني ممكن ناس تقول كده، لكن في ناس قالت هذا الاتجاه، راحت لهذا الاتجاه، بص شايفه كويس جدا فطلعه علشان هو مش كلام، طبعا ما ينفعش يعمله، واحد بيكسبني واحد ماشي كويس جدا، بالعكس ده انا بحافظ عليه اطلعه، وجهه نظري ده اللي حصل، ان هو طلعه فنيا يطلع عشان كريم ينزل او فلان ينزل او علي ينزل او اي حد من الاسماء اللي كانت موجوده تنزل. وفي نقطه مهمه كابتن في الرول ده بيتسو موسيماني لاحمد عبد القادر في المباراه، انه كان بيطلب من قفشه انه يتطرف كتير، احنا شفنا قفشه في ماتش انبي اتطرف كتير جدا جدا على الاطراف عشان يسيب المساحه لاحمد عبد القادر ان هو يلعب في عمق الملعب كتير، وده نقطه مهمه بقى، هي ان احنا عم احمد عبد القادر بيدينا حاجتين احنا فعلا محتاجينهم، واحد محتاجين بديل لقفشه ويساعد معاه ويشيل معاه من ضغط المباريات، ما يبقاش قفشه بس هو البلاي ميكر الوحيد للنادي الاهلي، لان برضو ساعات الرياضي في اي لعبه كره قدم، تنس طاوله، كره يد، كره سله، اي لعبه ساعات اللاعب بيحصل تشبع. انا فعلا خلاص زهقان، لعبت موسمين ورا بعض وزهقان عن تشبع، وحتى في الاوقات اللي زمايلك بياخدوا فيهم اجازه انا بروح المنتخب. صحيح فبالتالي انا ما باخدش اجازه بالظبط. وبالتالي هنا احمد عبد القادر بديل اكثر من رائع، ومش بديل والله، لاعب اساسي تاني مع مجدي قفشه في صناعه اللعب. الحاجه الثانيه ان احمد عبد القادر فعلا ادانا القماشه الحلوه ان احنا نقول عليه لعيب سكيلر في النادي الاهلي، ممكن نبقى النهارده بنحطه على الطرف عشان نعمل موضوع الواحد على واحد، الامر اللي احنا بنفتقده بقالنا عدد من السنوات. اتمنى ان هو يفهم الكلام ده بطريقه جيده احمد، علشان خصوصا بعد اللي عمله في، يعني بعد البنينك اللي عملها في مباراه، ما تبقاش الامور بالنسبه له ان هو لا طبعا احنا بنتكلم الكلام اللي احنا شايفينه فنيا، ولو لقيناه وحش بعد كده هنقول ان هو وحش، ده مهم جدا برضه. ارقام بقى اليو ديانج واحمد عبد القادر، اعتقد انت بالنسبه برضو ارقام بالنسبه لاحمد عبد القادر تحديدا، انا شايف ان هو يعني ان شاء الله يعني هيكون احسن لاعب في مصر على المدى القريب، يعني انا توقعت برضو ان قفشه هيكون احسن لاعب في مصر، اعتقد ان احمد عبد القادر راح في السكه دي. احمد عبد القادر الصفقات الجديده سواء احمد عبد القادر سواء لويس ميكوسوني، الاثنين دول تحديدا ادوك حاجتين مهمين جدا جدا كنا مفتقدينهم، اول حاجه رتم السرعه، التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، الاجنحه بتاعتك حته السرعه احمد عبد القادر مستو ايه، سريع بالكوره ومن غير كوره. يعني احمد عبد القادر بص حتى في اللقطه دي، هو دي في بدايه المباراه اخذها كده وسط اتنين وراح ورقص كده وسط اتنين، لعيب عنده ثقه في نفسه، لعيب مهاري قوي، اداك رتم السرعه، يعني عنصر السرعه مهم قوي، السرعه بدون كوره وبالكوره، حته الحل الفردي اللي هي المراوغات الناجحه اللي هي في الواحد على واحد، احمد عبد القادر حريف جدا جدا، من احرف اللعيبه اللي بشوفها في مصر، يعني بسم الله ما شاء الله عليه. الحاجة التانية أصلا هو بيفضل اللعب في العمق، فموسيماني وظفه كجناح يمين في المباراة دي، فكون إن هو ينجح في مركز الجناح اليمين مش في العمق، ليه بقى نجح في الجناح اليمين كمان؟ لأن أصلا الأجنحة موسيماني بيطلب منهم إيه؟ أثناء بناء الهجمة الدخول للعمق عشان يستلم الكورة، دايما الجناح عند موسيماني بيخش للعمق، فأحمد عبد القادر كده بيتحول كده صانع ألعاب، وبالتالي بص الهجمة دي، بص لعيب من لعيب بصراحة حريف جدا، وأنا بشوف إن هو هيكون واحد من أحسن اللعيبة في مصر اذا كمل، هو عنده حته تكايه زياده، ودي التكايه الزياده دي او شعره زياده دي بتبقى عند اللاعب المهاري، ساعات بيزودها شويه بس ده مطلوب برضو عند اللاعب المهاري، اعتقد ان هو لو تخلص منها هيبقى واحد من احسن اللعيبه في مصر. لو بصينا على ارقام احمد عبد القادر وارقام لويس ميكوسوني بقى، اول حاجه ارقام احمد عبد القادر، هو لعب في المباراه دي، بص اللقطه دي برضو، الميزه كمان في احمد عبد القادر ان هو بيروح على الجون كتير، يعني جريء على المرمى، عنده شخصيه على الجون، دي حاجه حلوه، ممكن يكون لعيب مهاري وعايز يرقص ورجله وحشه على الجون، يعني في لعيبه كتير شفناها يعني بدون ذكر اسماء، لعيبه كتير جدا في انديه بيبقى بيرقص بس مش جريء على الجون، مش جماعي مع زمايله، عايز ياخد اللقطه بس، لكن احمد عبد القادر لا، جماعي وبيروح على الجون. بص على الارقام، دقه تمريراته 77%، المراوغات بتاعته 4 من 5 صح، ده رقم كويس جدا ان هو بيعمل 4 مراوغات ناجحه، المحاولات على المرمى 3 منهم واحدة صح، وهو أكتر لاعب في النادي الأهلي عمل محاولات في الماتش ده،
منهم واحده من ثلاثه، فده رقم كويس جدا. صنع فرصه، والحاجه المهمه قوي بقى اللي ضافها احمد حمدي عبد القادر ولويس ميكوسوني الدور الدفاعي، استخلاص الكوره وعمليه الضغط. النهارده احمد عبد القادر قطع الكوره 11 مره، رقم كويس جدا لما جناح يقطع الكوره 11 مره. يعني احمد عبد القادر برده بنشوف اجنحه، يعني في اجنحه على سبيل المثال مثلا مصطفى فتحي، مصطفى فتحي من احرف اللعيبه في مصر، بس على الجون الموسم ده زاد وبقى بيجيب اجوان بس اغلبهم ضربات جزاء، بس احمد حمدي بيتفوق عليه في ايه؟ رجله على الجون احسن. احمد حمدي عبد القادر اللي هو اسمه احمد حمدي، احمد حمدي فيه احمد عبد القادر رجله على الجون حلوه جدا، رجله على الجون حلوه جدا وبيدافع كويس. مصطفى فتحي ما بيدافعش مثلا. انا بدي مثال بقارن نوعيه اللاعب المهاري، يعني اللاعب المهاري ايه؟ ممكن يكون لعيب حريف بس مش بيدافع، لا احمد حمدي بيدافع كويس، مهاري، رجله حلوه جدا على الجون وعنده شخصيه ويقدر يرقص اكتر من لاعب وجماعه مع زمايله. فاحمد عبد القادر لو تخلص من حته اللي هي التكايه الزياده اللي عنده حته تكايه زياده كده، لو تخلص منها واندمج مع النادي الاهلي اعتقد ان هو هيبقى، اعتقد ان هو ممكن يكون صفقه الموسم كمان مع بيرسي تاو. طيب هنكمل كلامنا ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل بقى هنشوف الكلام ده على الشاشه، وايضا هنتكلم عن المباراه الوديه واهم المكاسب في هذه المباراه الوديه. النهارده الاهلي لعب طبعا مباراه وديه امام فريق الغابه وكسب 7-0، اهم المكاسب وكل هذه الامور من خلال الشاشه اللي دائما بيكون متواجد عليها كريم سعيد واحمد ثابت، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. احمد خليني ابدا معاك، واهم الايجابيات اللي حصلت في مباراه امبي ولويس ميكوسوني. طبعا ميكوسوني زي ما قلت لحضرتك هو اضاف السرعه، هو واحمد عبد القادر اضاف السرعه واضاف الحل الفردي المراوغات، والاثنين بيدافعوا كويس، فالثلاث نقط لما تلاقيهم في جناح دي حاجه كويسه. نشوف معانا اول حاجه الحالات بتاعه لويس ميكوسوني، هنلاقي ازاي هو عنده حته الرؤيه ولعيب عنده شخصيه، بص بيستلم ازاي وبيروح، عنده مهاري قوي، بيرقص في مساحات ضيقه، عنده بياخد دايما اللاعب على القدم الثابته، فدايما بيدخل للعمق وبيرقص دايما. هو في اي تحديدا في الشوط الثاني كانت بدايه الهجمات دايما من عنده لما ميكوسوني بيخش للعمق. نكمل برده نشوف الحاله الثانيه، بص ميكوسوني فين بتتلعب له، برضه هتلاقيه وسط دايما داخل للعمق اهو، هو اللي عليه الايه اللي وقف، هو اللي دايما اللي عليه اللي ظبطه، هو اللي بيستلم من العمق دايما. بص ميكوسوني، فاذا كورته حلوه ولعيب مهاري. بص الترقيصه دي، رجع استاذ سمير، رجع الترقيصه دي، شوف جمال الترقيصه دي، لعيب عنده الحل الفردي ولعيب عنده الثقه في نفسه. بص خدها ازاي السبعايه بتاعت زمان دي، بص على الواقف كده حاجة، يعني بص الحل الفردي اللي هو الواحد على واحد، مهاري جدا، عنده ثقة، بيستلم بجوه وبيخش للعمق وبيجمع اللعب، وفي نفس الوقت بيدافع كويس. هو في الماتش ده عمل 6 مراوغات ناجحة من 6 بنسبة نجاح 100%، هو الأعلى في المباراة رغم إن هو نزل الشوط الثاني، تمام؟ وبالتالي ده رقم كويس يعني. نكمل برضو نفس الفكرة برضو أهو، اليو ديانج بيلعبها ليه؟ برضه لويس ميكوسوني نفس الفكره، بيستلم وبيخش للعمق، بيجمع اللعب، بيطبق الفكر بتاع بيتسو موسيماني، فاذا هو ضاف لك الحل الفردي. هو ايه اللي ناقص بقى لويس ميكوسوني؟ الحاجه الوحيده اللي ناقصاها دي برضه حاله مهمه جدا لويس ميكوسوني. يعني بص الكره اتقطعت، هتتقطع هنا. طبعا اليو ديانج في وسط الملعب بيقطعها، بيروح لوليد سليمان، بيجمع اللعب. بص ميكوسوني بيستلم فين؟ في اخر الملعب، وبعدين بيخش للعمق، دايما بيرقص وبياخد اللعيب على الثابته وبيكمل. اذا لعيب زي ما احنا شايفين كده، الرؤيه اللي قدام، حل الفردي مميز، بيستلم وبيخش للعمق، الحاجه اللي بعد كده برضو اللي بيدافع بشكل كويس جدا ومهاري. ايه اللي ناقص لويس ميكوسوني؟ ان هو يجيب هدف وياخد الثقه. ناقصه المحاولات، هو 0 محاولات في المرمى، يعني ما راحش على الجون، ما فيش محاولة على المرمى كده. في واحدة اللي هي الشاطة دي ما اتحسبتش محاولة. يعني فلسه حتة المحاولات على المرمى اللي هو ياخد الثقة. فهو لو جاب هدف اعتقد ان احنا هنكسب لعيب مهم جدا، وهيبقى فيه انت شايف اضافات كتير، يعني لويس ميكوسوني، احمد حمدي، احمد عبد القادر، وداخل معاهم كمان ما ننساش بيرسي تاو، ما ننساش عمار حمدي. بالمناسبه عمار حمدي النهارده لم يشارك في الوديه لانه مصاب في الظهر واخد راحه، وهيشارك بكره او بعده في التمرين، فده برضو اضافه وهيديك سرعه كويسه. كريم تمام، عايز برضو اشرح اللي عمله اليو ديانج في المباراه، وليه النقطه المهمه جدا يا كابتن اسلام وجود اليو ديانج والورك ريت عنده. هنا بنتكلم ان البدايه من الهجمه تشوف ان اليو ديانج سرعته في المنطقه دي، وهي كانت هجمه تاني على النادي الاهلي، واحد من افضل اللعيبه عندك اللي بتاخدك من حاله الدفاع لحاله الهجوم في
اقل واسرع وقت زمني عشان كمان يعمل عامل المفاجاه على المنافس. بمعنى اللي بيتفرج على المباراه لما بيشوف اليو ديانج في الحته دي طالع باقصى سرعه عنده في نص الملعب وبيلعب التمريره وبيقدر ان هو ياخدها تاني ويمرر التمريره بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هنا بالظبط هو بيعمل دور البلاي ميكر. هو الهجمه دي كلها مين اللي صنعها؟ يا وسط عبد القادر في الاخر. كل ده جون اللي بداها اليو ديانج، ده من بس كوره هو خد فيها قرار ان هو يفتح سبرنت في نص ملعب. لو انا مثلا بتخيل، معلش انا اسف لو ممكن بس الكاميرا تجيلي، لو انا بتخيل في اللعبه دي لو انا خدت الكوره وبدات استلمتها قدام منطقه جزائي ولفيت ورجعت بيها وبدات ابني اللعب زي بناء اللعب العادي بتاعي والكوره مش تعالي، هل كان ممكن في مساحه انها توصل لاحمد عبد القادر في انفراد بمرمى؟ كان مستحيل. فهنا لازم نبقى فاهمين ان اساس الهجمه وصولها بالشكل ده، وان يعني معاك لاعب في خط الوسط قدر ينقلك من الوضع الدفاعي للوضع الهجومي بشكل سريع. نكمل تاكيدا لكلامك، فاكر ماتش الوداد المغربي؟ ايوه نفس الحكايه بالظبط، الانتاج الحربي في الدقيقه 92 والانتاج الحربي برضه نفس الفكره، فكره اللي هي الجاري دي. بص بقى هنا كابتن اسلام، اللعبه دي انا عايزين نركز على حاجه مهمه جدا، نظره اليو ديانج للمنافس ازاي النهارده هو بعيد عن اللعب وشايف ازاي النهارده ان المنافس ممكن في المرحله دي، يعني بنتكلم مثلا على 17 متر او المسافه اللي من اليو ديانج لغايه لاعب الانبي، هو بعيد عن اللعبه مش مشارك فيها اصلا، اللعبه دي هو مش مشارك فيها وبعيد تماما، ازاي هو ذهنيا بيقدر يقرا اللعبه هتروح فين عشان اخد قرار التدخل؟ هنا القرار ده مبني على حاجتين، مبني على توقع من اليو ديانج اصلا ان الكوره ممكن تيجي في المساحه بتاعته، زي هنا بالظبط، الكوره دي لاعب انبي بيلعب الكوره عند زميله وهو اصلا بعيد جدا، اليو ديانج في مساحه تانية ما بينه وما بين اللاعب، مساحه كبيره وهو مش مشارك فيها، لكن هنا هو بيتوقع ان انا النهارده ازاي لو الكوره جت في المربع بتاعي، يعني اليو ديانج النهارده مش واقف بس في مكان، لا ده هو عامل ما يشبه المربع ما بينه وما بين لعيبه نادي انبي المنافسين اللي واقفين حتى مع زميله في النادي الاهلي، في مربع انا حاميه بحيث لو الكوره جت في المربع ده انا على طول انقض واقدر استخلصها، وده اللي حصل، الكوره بعيده عنه واتلعب التمريرتين على طول، اليو ديانج بيخش يحمي فرقته بيحمي نص الملعب وبيقلب الوضع من الفريق من الدفاع للهجوم. هنا بنتكلم برضو كوره لنادي انبي في نهايه المباراه، بنشوف دي ربما تكون سهله شويه ان هو قريب من اللاعب المنافس. انا عاجبني في اليو ديانج القرار بتاعه ازاي النهارده انا بعيد عن اللعبه وبقدر هنا كوره باخر نفسي كام خطوه عشان اقدر استخلص الكوره وكمان احولها لهجمه ليا، فبيعمل الدورين. دي تاني احلى لعبه بصراحه لاليو ديانج في وجهه نظري، كوره كانت هجمه خطيره جدا للانبي، فرصه سهله جدا ان هو يجيبوا منها هدف التعادل، ولكن اليو ديانج بيقدر يحسب كمان امتى يعني اجري بسرعه شويه او ازود السرعه عشان انقض واعمل عمليه استخلاص الكره. بدر بنون طبعا واحد من المدافعين المهمين جدا اللي فرق معانا على فكره، وغيابه في ماتش السوبر وغيابه في الثمان مباريات في الدوري في الفتره الاخيره. تعال نشوف بدر بنون، واحد من اللعيبه اللي بتدي. اولا نوقف هنا بس، بص هو المدافع اللي هو حتحوت المهاجم بتاع انبي عدى من ايمن اشرف، بص بدر بنون بيرحل ازاي، تعال نبدا بقى اهو، بص بيبص، بص البصه دي الاول بيشوف مين اللي جاي وهيضم ازاي، ده انفراد، ده اللعيب ده رقص ايمن ورايح انفراد، بص بقى بدر بنون هيتعامل معاه ازاي، هيخش هيسيبه يروح لبره الخط ويعمل التاكلنج المناسب بدون ارتكاب اخطاء. دي اهميه بدر بنون في التغطيه على المدافع اللي جنبه. هو اولا اللعبه دي كانت في الدقيقه 60 والنتيجه 0-0، فالكره دي كانت ممكن تبقى 1-0 للانبي لو راح على المرمى يعني. فبدر بنون واحد من المدافعين المهمين جدا 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 واللي بيدي تقل للمدافع اللي جنبه. انا اسف المقاطعه يا احمد، انت عارف اللعبه دي هتقول بس لو زق الكره كابتن اسلام، زقها وحط رجله وعم وخلى بدر بنون يحط رجله في توقيت خاطئ خلاص على طول ضرب جزاء، بس ده ذكاء من بنون في توقيت التايمنج بتاع التاكلينج. ولازم الناس تعرف ان الكلام ده احنا بنتكلمه ده ربما احنا بنتكلم طبعا في التكييف والاضواء ولابسين بدل والدنيا حلوه كل والدنيا حلوه كل حاجه، انما في الملعب الكلام ده من اصعب الامور اللي انت ممكن تتخيلها، ان هو لاعب رايح توقع في ثانيه، ده جزء من الثانيه، ان هو لو اتاخر اساسه ليبرو تحس ان هو عامل زي الليبرو كده، يديله ضربه جزاء وربما لو حكم كمان يعني شديد شويه عليك هوب
طرد وانتهى الموضوع بالنسبه لك. فلازم فعلا بصراحه الهجمه انت جبتها دي واحده من احلى الهجمات. الحاجه الثانيه بقى ده دوره في التغطيه والتاكلينج. تعال بقى نشوف دوره في التمرير الطولي وعمليه بناء الهجمه. انت دايما لما بتلعب قدام فريق بيلعب دفاع منطقه محتاج واحد يديك تمريرات اللي هي بتضرب الثلاث خطوط زي التمريرات دي، اللي هي وانت واقف بس كده بيديك تمريره بتضرب الثلاث خطوط. دي اهميه دقه تمريرات بدري بنون. ما كانش عنده غير ثلاث تمريرات خطا، وكان اكتر لاعب عامل تمريرات في المباراه. بص التمريرات الطوليه دي اللي هي بتضرب خطوط الفرقه، دي لعيب عنده الرؤيه. لما انت حتى كمان لما بتلاعب فرقه عندها بتلعب عليك ضغط عالي بتبقى محتاج مدافع بنفس نوعيه بدري بنون برضه. هو بيطلع الكوره ليه حسام حسن، وبالتالي بدري بنون عودته فرقت كتير جدا. يعني عوده بدري بنون، عوده اليو ديانج، مكسب احمد عبد القادر، مكسب لويس ميكوسوني، كل حتى دخول حسام حسن في الهدف اللي احرزه والثقه، والنهارده برضه لما احرز هدف حسام حسن مكسب كبير. فانت واحده واحده مع فتره التوقف اللي جايه ال 21 يوم اعتقد ان شاء الله البناء جاي. طيب عايزين الارقام بقى لهؤلاء اللاعبين. تمام، اول حاجه ارقام لويس ميكوسوني. تعال نشوف ارقامه. اول حاجه هو عامل 6 مراوغات ناجحه من 6 بنسبه نجاح 100%. لعب 36 دقيقه بس، عامل 3 تمريرات خطا من 29. يعني 3 بس خطا، دي رقم كويس بالنسبه لجناح نسبه دقه 90%. نسبه نجاح في المراوغات زي ما قلت 100%. قطع الكره كم مره؟ 6 مرات. يعني مجرد لعيب لعب 36 دقيقه قطع الكره 6 مرات رقم كويس جدا، يعني بيدافع وبيستخلص بشكل كويس. فقد الكره مرتين وده رقم برده كويس. في لعيب مهاري يبقى بيفقد الكره كتير ويضيع الهجمه، لا. فميكوسوني ارقامه هو اللي ناقص بس محاولات على المرمى صفر، هو دي الحته اللي ناقصه ميكوسوني، الثقه، الشوطه على الجون يجيب هدف وياخد الثقه. اعتقد ان احنا هنكسب جناح مهم جدا. اللي بعده وفي كل الاحوال ده برده تاني ماتش ليه يعني. يعني انا دايما انا الحقيقه مش عارف، انا بشوف ان لا واحد زي لويس ميكوسوني انا جايبه واثق فيه وعارف ان هو لعيب كويس، هفضل في وراه على الاقل على الاقل 5-6 ماتشات. وجهه نظري. اتفضل. ارقام بدر بنون معانا لعب في المباراه، طبعا هو كان لاعب اساسي، لعب 90 دقيقه كامله. بنتكلم على تمريرات صحيحه 84 تمريره صحيحه منهم يا كابتن اسلام، دي نقطه مش هتيجي في الارقام، ان بدر بنون تمريراته ريسكي باس، يعني بيعمل التمريرات اللي فيها مخاطره ما بين الخطوط، ما بيلعبش تمرير عرضي، ما بيلعبش تمرير خلفي، لا ده تمريراته للامام وبين الخطوط، وبالتالي بيدي فرق للفريق. وطبعا قدر يقطع الكره 21 مره طبعا بصفته انه راجل مساك ومدافع، وبالتالي بيتعرض للمواقف دي كتير، ويرتكب خطأين بس، وبالتالي ده بتعرف ان هو لاعب بيحمي نفسه من الكروت وبيحمي كمان فرقته من هم يعني يحصل لها فاولات في اماكن خطر. اليو ديانج وارقام اليو ديانج. طبعا اليو ديانج كساحه الالغام بتاعتنا في وسط الملعب، لعب 90 دقيقه تاني اكتر من قطع الكوران بعد بدري بنون. تعجبني المصطلحات بتاعتك يا احمد، كساحه الالغام. انا بحب اليو ديانج جدا. مش انت لوحدك حضرتك، مصر كلها. 15 مره المراوغات الناجحه 2 من 3، كسب كام التحام؟ 10 من 17 كويس، يعني 10 من 17 التحام. فقد الكوره 4 مرات بس، صنع فرصتين، وده دليل ان هو بيدافع وبيهاجم، الارتكاز العصري. التمريرات الصحيحه 79 تمريره صح من 83 بنسبه دقه 90%، وراح على الجون محاوله واحده. فاذا ارقامه بتقول لك ان هو دفاعي وهجومي، وده الارتكاز العصري. الحقيقه برضو خليني قبل ما انهي هذه الحلقه اسالكم عن قائمه المنتخب الوطني من وجهه نظركم سريعا، يعني في 3 4 دقائق اسمع رايك كريم ورايك يا احمد برضو. هو طبعا يعني اعتقد كارلوس كيروش مش هيبقى عنده المساحه ان هو يختار حاجه بنفسه او تبقى دي اراءه الفنيه، بس هو النهارده الحقيقه في المؤتمر الصحفي قال، ما اعرفش انت تابعته. سمعت. قال كلام كويس. يعني افلح ان صدق. انا قلت في البدايه افلح ان صدق، ان هو لو عمل كده يفتح الباب للناس ويفتح الباب المنتخب للناس، يعني ان هم يكونوا متواجدين وكده. اعتقد ان ده شيء جيد، وهو طبعا جاي في وضع ضغط. عم يعني بنتكلم هو جاي في وضع ضغط، ماتشين مع الفريق المتصدر للمجموعه، بنتكلم عن المنتخب الليبي، وماتشاتنا دايما مع ليبيا ماتشات الامانه سخيفه جدا، يعني تاريخنا مع ليبيا في التصفيات عامه يعني ما بيبقاش افضل شيء، وبالتالي هو الضغط. واعتقد في وجهه نظري هو محتاج ان هو فعلا يعتمد على القايمه اللي كانت الفريق ماشي بيها في الفتره الاخيره، وطبعا نتمنى له التوفيق، لكن طبعا مش هنقدر نحكم عليه حتى ولا بصراحه الماتشين الجايين. هم راجل لسه اول ماتشين بالنسبه له، وفي كل الاحوال احنا نتمنى طبعا ربنا يوفقه، وان شاء الله المنتخب يكمل ليه الدور الثاني في تصفيات المونديال. هو اخذ 24 محلي و9 محترفين 33. لو بصينا كده على المراكز هنلاقي ان هو في حراسه المرمى هو نفس الـ يعني اللعيبه اللي موجوده، وضاف عليهم محمد صبحي. هو فكره ان انا هضيف حارس رابع صغير اديله خبرات، لكن مفيش نقاش في ان الحراس اللي واخدها بصراحه كويسين جدا. لاول مره من فتره تحس ان القايمه ما فيهاش ظلم لاعب معين، حتى ان هو واخد القايمه دي بصراحه دي حاجه بتبقى مؤشر كويس ليه.
تعالى برضو على ناحيه المساكين، وتحس برضو ان القايمه ما فيهاش واحد صاحب واحد، واحد آه. حبيب واحد، انا بحب احمد السيد فجايبه، انا بحب ما فيهاش كريم سعيد. حتى قايمه المدافعين حجازي الونش برضو نفس القايمه، وباهر المحمدي ناحيه اليمين هي بس اللي فيها نوعا ما عجز شويه، اكرم توفيق واحمد توفيق وهيخش معاهم باهر المحمدي. فانت اكرم توفيق اه طبعا ماشي بشكل كويس جدا مع النادي الاهلي، ولكن الباك اليمين الاساسي اللي هو بيدافع وبيهاجم او مركزه باك يمين لسه مش موجود قوي في المنتخب، دي الحته اللي ناقصه حتى يبقى حد مع اكرم توفيق. ناحيه الشمال طبعا عبد الشافي اتصاب فاخذ محمد حمدي من بيراميدز، وفي النادي الزمالك برضو احمد ابو الفتوح، واخذ كريم حافظ برضو ده نوعا ما بيجربه وممكن يجي، هو هجوميا كويس ولكن دفاعيا لسه برضو الحته دي، فاعتقد ان هو واخد برضو خط الدفاع بشكل كويس. وجود 7 أو 6 ارتكاز، هل كارلوس كيروش هيلعب بيه 3 ارتكاز طريقه لعبه المفضله؟ يعني هو واخد طارق حامد، عمرو السوليه، حمدي فتحي، محمد النني، سام مرسي، واحمد توفيق، ادي كده 6 يعني، واخد 6 ومهند لاشين 7. فهل وجود 7 ارتكاز في قائمه منتخب مصر معناها ان هو هيلعب ب3 ارتكاز اللي هي الطريقه المفضله اللي هي 4-3-3؟ دي برده اللي هنشوفها. نيجي لصناع الالعاب قفشه وعبد الله السعيد، اعتقد مفيش خلاف معاهم، وهيخش معاهم في الفتره الجايه اعتقد احمد عبد القادر بالمستوى اللي بيقدمه مع النادي الاهلي. نيجي للاجنحه، محمد صلاح، احمد سيد زيزو، حسين الشحات وطاهر محمد طاهر مصابين فتم استبعادهم، ده الخلاف بس ما بينه وما بين كابتن حسام البدري. نيجي بعد كده برضو لمصطفى فتحي، هو ما خدش عمر جابر برضو، ما خدش عمر جابر في الارتكاز، واخد مهند لاشين ماشي بشكل كويس. احمد سمير مع طلائع الجيش برضو، هو اخد من الاهلي وبيراميدز والزمالك والجيش، ودول دول اغلب العناصر، اهلي زمالك بيراميدز جيش. ليه؟ لان دول اللي بيلعبوا، هو اللي اتفرج عليهم ودول اللي بيلعبوا، ودول اللي يعني البدني بتاعهم جاي، ومع المحترفين حتى اعتقد ان احنا هنشوف المحترفين بشكل كبير اكبر. ليه؟ لان هم اللي بيلعبوا. نيجي برضو لراس الحربه، هو عنده المهاجم المحلي الوحيد محمد شريف، اخد معاه كوكا، اخد معاه عمر مرموش اول مره نشوفه، واعتقد ان هو يستحق، راجل بيلعب في شتوتجارد الالماني وفي الدوري الالماني، لازم نشوفه ولازم نجربه. اخد معاه احمد ياسر ريان ماشي بشكل كويس في تركيا برضو، مهاجم كويس جدا، ومصطفى محمد. انا بس اللغة يعني الحته الوحيده اللي شايفها اعتقد مصطفى محمد كان يعني كان يستحق العقوبه حتى لحين ظهور اعتذار منه، انا بطالب مصطفى محمد بصراحه باعتذار رسمي منه لمنتخب مصر او للناس اللي شافت اللقطه كلها. عموما نتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، انا بشكركم جدا على وجودكم دائما معنا، وان شاء الله الفتره اللي جايه هنتكلم اكتر عن الدوري بقى، ظواهر الدوري والمدربين الكتير اللي اتغيرت، وانا كنا المفروض هنتكلم النهارده عن حاجه تخص ظاهره التوانسه اللي موجودين في مصر، هنتكلم عن كل هذه الامور ولكن ان شاء الله في الاسبوع المقبل. انا بشكرك جدا يا كريم، انا بشكرك جدا يا احمد على وجودكم معنا، اشكركم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشره في البيت الكبير في تمام الساعه 10. شوف حضراتكم على خير ان شاء الله، انتظرونا غدا وحلقه جديده من البيت الكبير.